اوكي هنبدا دكتور شريف. بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بحضراتكم في اي تي اي بيتس اند بايتس. يعني زي ما حضراتكم عارفين اي تي اي بيتس اند بايتس هي يعني سيريز من الويبينارز اللي اتعملت ولا تزال بتعقد في مقرات معهد تكنولوجيا المعلومات في افرعه ال11. معانا النهارده وبيشرفنا في فرع المنوفية دكتور شريف أبو الليل. دكتور شريف بيزنس دايركتور، ما شاء الله اشتغل في عدة مشاريع في عدة دول، والحقيقة هو مش بعيد قوي عن المجال. ما شاء الله اشتغل في عدة مشاريع ريليتد بالفيرتشوال رياليتي والأوجمنتد رياليتي والارتفيشال انتليجنس، فيعني ما شاء الله. وهو كمان حاصل على ماجستير ودكتوراه إدارة الأعمال، وحاصل على عدة جوائز من عدة دول، يعني له إنجازات في مصر وجوائز من مصر والإمارات والسعودية وقطر. وحيكلمنا النهاردة عن introduction to business، وحيوضح لينا بعض الكونسبتس وبعض الخطوات الحقيقه لعمل يعني بروبوزلز وغير كده. فيعني ادي المايك بقى لدكتور شريف يعني يثلج صدورنا بالكلام الجميل اللي احنا الحقيقه متشوقين نسمعه. دكتورنا بنرحب بحضرتك، اتفضل. شكرا جزيلا يا باشمهندس، شكرا جزيلا على الانترودكشن اللطيفه دي. السلام عليكم ازيكم يا شباب. طبعا الناس اللي بتتفرج علينا ما اعرفش شايفينكم ولا لا، بس انا قدامي شباب عظيم جدا وعدد محترم وبيبرهن. اول حاجه خليني اقول لكم ان انا هنا مش جاي بالتارجت الاساسي بتاعي ان انا احاضر. التارجت الاساسي بتاعي ان انا ترانسفير نولج. انا شخص عمال جيننج اكسبيرينسز ما في مشاريع مختلفه ودول مختلفه، وعارف ان حضراتكم بالذات في الاي يا شباب عنده دايما تارجت ان هو انا عايز اعمل بزنس بتاعي، منين ابتدي، ايه الفروقات بين اكس واي وزد، ايه الجيرني اللي المفروض امشي فيها. فبيزد على الاكسبيرينس حتى الواحد عمل لها جيننج في السيشنز المختلفه اللي عملها في الاي تي اي، فقرر ان هو يتكلم مع حضراتكم مره ثانيه مش حاضر في مجموعه انفورميشن وانسايتس عن اكتيفيتيز وعن ايشوز وتيبس وهندس اي جون ثرو خلال السنين دي. أول حاجة، هل حضراتكم عارفين إن في اختلاف جذري بين كلمة بزنس وماركتينج وسيلز؟ اختلاف على الأرض. الناس كلها أو أغلبها عندها دايماً في البدايات إيشو؟ إنها ما بتقدرش تفرنشيت بشكل واضح هو أنا عشان أقول أنا بتاع ماركتينج يبقى أنا المفروض أكون بعمل إيه؟ طب بتاع سيلز؟ طب بتاع بزنس؟ وأنا هنا بتكلم على الفيرتيكالز المختلفة، مش على السوفت وير أو على التك إندستري بس. مثال صغير وبسيط جدا عشان دايما نبقى حاطينه في دماغنا، الفروقات الثلاثه في اندستريز مختلفه. اول حاجه، انا راجل عايز ابيع المايك ده، شركه بتصنع مايك بتاع الماركتنج، بمنتهى البساطه الدور اللي بيقول لي حضرتك انا عارف ان انت محتاج مايك، تعالى عندنا احنا بنبيع مايكات كويسه. طب وبتاع السيلز؟ بتاع السيلز هو اول واحد ورا الباب اللي بيقول لي تعالى اشرح لك الفيتشرز بتاعت المايك بتاعنا وليه المفروض تدفع فيه القيمه الفلانيه احسن من الكومبيتيتور بتاعي، يعني بتاع الماركتنج وات ايفر هو بيعمل ديجيتال اكتيفيتيز او اوف لاين اكتيفيتيز، هو بيجيب لي الشخص لغايه عندي لغايه الباب بتاع شركتي او منشاتي او الكيان بتاعي. الراجل بتاع السيلز هو اللي بينفذ العمليه البيعيه جوه ورا الباب. وبتاع البيزنس ده بيعمل ايه؟ بيخطط للمستقبل. يعني بيجي نقول في واحد بتاع بيزنس، بتاع البيزنس ده بيعمل ايه؟ ده بيحط، وهنتكلم عن النقطه دي، بيحط الايكو سيستم بتاع الكيان كله فروم بزنس برسبكتيف، بيحط ده الراجل اللي المفروض انه بيحط بشكل او باخر الميشن والفيجن والاستراتيجيز، وهنروح نبنتريت في الماركت الفلاني، وليه رايحين الماركت الفلاني اصلا؟ رايحين المكان الفلاني نفتح شوبس، ليه نعمل الابلكيشن بتاعنا اي بس ما نعملوش اندرويد؟ ليه نعمله الاثنين؟ ليه نعمله عربي وانجليزي؟ ده بتاع البيزنس اللي بيحط التوب فيو بلانس، الهليكوبتر فيو. بتاع الماركتنج هو اللي بيحط الاكتيفيتيز اللي المفروض تتعمل ديجيتالي او اوف لاين تاني عشان ياتراكت السيجمنت اللي بتاع البيزنس قال له هات تاني. بتاع السيلز ده اللي بينفذ العمليه
البياع. أنا سواء في السوفت وير أو في التكنولوجي أو في أي صناعة تانية لازم دايما أفرق بين الثلاثة دول. فبعض الكيانات خلوا الدايركتورز أو المانجرز يبقوا مسؤولين عن تو فانكشنز في نفس الوقت. هاويفر هما الاثنين ديفرنشيتد. يعني إيه؟ يعني أنا ممكن يبقى اسمي سيلز دايركتور وتحت الماركتنج تيم عادي أكسبت. But at the end I have to know all what it takes about marketing. ما ينفعش أبقى بتاع سيلز ومش عارف الماركتنج ده بيعمل إيه. أو مش قادر أفرق بينه وبين الماركتنج. تمام؟ طيب دي نقطة. النقطة الثانية، ناس كتير قوي بتقع في ضغطة احنا اصحاب في الاي تي اي او في كلية او في جامعة نروح نعمل مع بعضنا احنا الثلاثة او احنا الاربعة او احنا الخمسة شركة ستارت. وفي الاصل كلنا في الستارت اب. طب فين يا ابني الراجل بتاع البيزنس بتاعك؟ فين الراجل اللي ممكن يفكر معاك في رمات سيلز وماركتنج برسبكتيف؟ مفيش. احنا بس عشان اصحاب واثقين في بعض وبيضاوي ده الا ما انت مهم اكيد رحنا عملنا كيان. في سؤال مهم دايما انا بساله الناس، هو مين البارتنر بتاعك؟ هل البارتنر بتاعك حد شبهك؟ شبهك انت مزق منتاليتي تك منتاليتي، ولا حد مختلف تقنيا، حد فاهم يعني ايه بزنس، حد فاهم برضه احنا المفروض نعمل فيتشر شكلها عامل ازاي ودرس كده ولا لا، بس انا هعمل حاجه from a quality perspective وخلاص ذاتس ات. معلومة مهمة جدا لازم كنا نحطها دايما في دماغنا، انه يا جماعة الموبايل ابلكيشن او البلاتفورم او الويب سايت اللي حضرتك بتعمله عشان تنشيت على اساس كيان ده لا يمثل 5% من اللي بعده. انا عايز اقول لحضرتك مثال صغير جدا، سوق دوت كوم مثلا، هدي مثال شهير جدا. بالنسبة للموبايل ابلكيشن اللي هم عاملينه ده ابسط حاجة في الدنيا. يعني لو واحد النهارده شاطر شويتين حب يعمل ابلكيشن في نفس الفيتشرز اللي موجوده في سوفت كوب هيعرف. لو رحت حضرتكم لاي سوفت وير هاوس وتعملوا شويه فلوس هيعملوا لكم ابلكيشن زي بتاع سوفت كوب بالظبط، نفس الفيتشرز اللي موجوده. بس هو الجيم اصلا مش في الابلكيشن، الجيم مش في البلاتفورم ده. الجيم بيوند ده كله، الاوبريشن اكتيفيتيز اللي هو بيعملها. الماركتنج اكتيفيتيز اللي هو فضل يعملها على مدار سنين عشان يوصل لمرحله انه يخلي واحد يدخل يشتري اونلاين برودكت ثمنه 10 او 20,000 جنيه. اللوجيستكس اللي خلاته يجيب كل الفيندرز اللي موجودين دلوقتي عنده كبلاتفورم او من قبلها كمان. وبعدين عايز اقول حاجه بس عشان ما افضلش انا اي حد يا جماعه عنده استفسار او سؤال يقوله وانا اقول السؤال واجاوب عليه قدام الناس عشان نستفيد كلنا، ما تبقاش الاسئله جايه اونلاين بس. ماشي؟ ماشي؟ الحمد لله. طيب معلومه ثالثه، في السوفت وير احنا عندنا نوعين من العمليات البيعيه. انا يا ببيع سيرفيسز يا ببيع كود. الفرق اللي ما يعرفوش، في شركه اسمها اكس، الشركه اللي بتقول بتروح للاي تي اي بتقول لهم يا جماعه انتوا ليه ما بتعملوش موبايل ابلكيشن؟ احنا عندنا الريسورسز اللي تعمل لكم موبايل ابلكيشن. ويسعى على كده كل حاجه، احنا عندنا الريسورسز بتاعت الارتفيشال انتليجنس يا شباب، ما تيجوا تعملوا الموبايل، ما تيجوا تعملوا البروجكت الفلاني. احنا عندنا الناس اللي تقدر تعمل لنا الويب سايت الفلاني او البلاتفورم الفلاني. نتيجه قد انت هو بيبيع ايه؟ بيبيع كابابيلتيز، بيبيع ريسورسز، تايم. يبتدي يجيب المشاريع، احنا برضه هنتكلم على السيكونس بتاعتها ان شاء الله ويموف اون. طيب ايه تاني؟ البرودكت بقى اللي هو ايه؟ انا عندي سي ار ام. حد عارف سي ار ام؟ او الاي ار بي سولوشنز؟ اكيد مايكروسوفت يعني اكيد معرفه بالكلام ده. برودكت انا مش جاي ابيع لك ريسورسز، انا جاي ابيع لك بلاتفورم جاهز حضرتك تشتري باللايسنس بس. طيب انا بقول لحضراتكم بمنتهى البساطه ان المستقبل اجلا ام عاجلا والموف انتو برودكتس. هتفضل السيرفيسز موجوده، هيفضل في شركات بتبيع الكابابيلتيز والريسورسز بتاعتها، هيفضل في شباب سواء بيشتغل فول تايم او فريلانسر او بارت تايم او وات ايفر بيقدر يبيع ويعمل منها كاش وفلوس. ده ريل ريفينيو او الكيانات اللي بتكبر فعلا هي الكيانات اللي بتلعب برودكتس. سويت ده برودكت، شيز لوك ده برودكت، اكيد سوق دوت كوم ده برودكت، ويسوا عليها كل اللي شبهها. كل اللي حضرتك مش هتكلم ده هو عنده برودكت حضرتك تدخل من خلاله تستفيد بخطه معينه تضيف فيز. هو مش جاي يقول لك بتاع سوق دوت كوم يقول لك تعالى اعمل معايا موبايل ابلكيشن طبعا. طب الشركات اللي بتعمل السيرفيسز دي بتكسب فلوس؟ اه طبعا بتكسب فلوس. طيب ان ترمز اوف ريسك مين فيهم اعلى؟
وانا بقى مشي ان انا بيسر بس ولا انا اشتغل على برودكت طبيعي بس على قد الريسك على قد الجين. The more you risk the more you will gain ان شاء الله يعني. حد عارف او حد عنده تخيل لو انا راجل النهارده كلاينت وجاي عايز اعمل موبايل ابلكيشن او جاي عايز اعمل ويب سايت ايه اول خطوه لو انا الراجل الكونسلتنت او انا الراجل المفروض ابيع البيعه دي اكلمه فيها ايه اول حاجه؟ هو راجل ما عندوش خبره اصلا بالتك اندستري من اساسه, هو مجرد ان هو جاي يقول لك انا عايز اعمل حاجه شبه اوبر طول الوقت بنسمع الحكايه دي شبه سوق شبه اكس, ايه اول حاجه المفروض انا اساله عليها؟ اول حاجه بالظبط الحاجات اللي الاسئله اللي حضرتك سالتها دي واللي شبهها هي في شغلتنا معايا طلع بيها تليفون. اول حاجه المفروض ابنيها لاي بروجكت لكلاين او لحتى برودكت عامل هي في شغلتنا ايه المكونات بتاعه البلاتفورم اللي انا المفروض ابنيها. انا ممكن افضل اعيش مع الراجل ده انت التارجت سيجمنت بتاعتك مين, انت معاك بادجت ايه, انت عندك تيم ولا لا, انت ايه خبرتك, ممكن اساله 500 سؤال. الاسئله دي في الاخر هتتحط جوه برواز او داون دي اكس, الداون دي هيبقى مفيد ليا وانا ببيلت ال عايز اسميها الاس ار اس سوفت وير ريكوايرمنت سبيسيفيكيشن بتاعت البلاتفورم او البروجكت بتاعتك. في النهايه لو ما عنديش فيتشر ريسك انا هبني له ازاي استيميشن بكوست تايم, انا ازاي هقدر اقول له البروجكت اللي حضرتك عاوزه ده هيكلفك قد ايه فلوس وقد ايه وقت, هطلع له ايه في الاخر. لازم يبقى عندي مجموعه فيتشرز او مجموعات خاصه. فده سؤال مهم جدا. طيب عظيم, بعد الفيتشر ليست الراجل وافق على الجزئيه المرتبطه بان موف فورورد ويعمل المشروع ده معاك دايما. باي ذا واي ده في داخل السيرفيس انا بقدمها مش برودكت, انا بتكلم على اللاين بتاع السيرفيس. طيب الراجل ده وافق وما ده ودفع لي داون بيمنت وهي موف فورورد, قسم البروجكت بتاعك طول الوقت وانت بتسلمه لاي حد في الدنيا وتقدر انت تاني تشتغل راجل فريلانسر او فول تايم او حتى بترن بروجكت من خلال مشروع انتو فيزز وكتير. طب ليه؟ رقم واحد علشان البوتنشال كلاينت ده او البوتنشال ليد ده يتابع معاك اللي انت بتعمله طول الوقت كل شويه, فتقدر تفهم من البدايات الجابس اللي بين فهمك وبين اللي هو عاوزه. فلو في اي ديفيشنز الشخص ده يقدر يكوركت معاك اللي هو محتاجه في الاخر. فانا اتخيل كده ان انت مثلا يعني خلينا نضرب مثال في حته ثانيه, استعمل سرير ما عندكش الرسمه بتاعته وانت راجل ما بتفهمش في الفرنتشر من الاساس, ورحت اتفقت مع حد بتاع موبيليا قلت له انا عايز اعمل سرير كذا كذا لونه كذا, وبعد ما الراجل خلص الشغل كله رايح انت تتفرج على اللي هو عمله, البروبابيلتي بتاعت ان يكون في ديفرنسز او ديفرنشيشنز بين اللي كان في دماغك وبين اللي هو عامله كبير. البروبابيلتي ما بقولش ان ده مصر ده لازم يحصل, بس لو احنا بقى لو انت بقى بتعدي على الراجل اللي المفروض ان هو بيعمل لك السرير ده على فيزز من اول مرحله النوع الخشب القشره اللي هو جايبها الطول والعرض والارتفاع والواجهوي والكلام, هي نفس الاسئله بالظبط عندنا في السوفت وير. دكتور هنا ممكن نقول ان حضرتك بتريكومند انه الشغل يبقى باستخدام الاجايل ميثودولوجي. بص انا مش عايز امشي هو الاجيليتي طبعا يعني ازمه ميثودولوجي قويه وعظيمه جدا, بس ده انترنالي يعني ايه؟ يعني انا في الاجايل انا بستخدمها كميثودولوجي انترنالي, انا كتيم بعمل سبرنتات سبرنت 1 2 3 4 10 وبقعد اتكلم مع الناس في النقط اكس واي وزد علشان اعرف ايه اللي خلص وايه اللي تم, وانا بتكلم مع الكلاينت لان الكلاينت باشمهندس احمد مش هيستحمل حجم وكم الاكتيفيتيز اللي انا ممكن احطه فيها مع الاجايل. لا انا يعني انا بقول للعميل او البوتنشال كلاينت ده كل اسبوع تعالى شوف كل اسبوع تعالى شوف, الراجل هيبتدي ينفر مني او يتعب او يزعل يعني في الاخر حتى لو في بروجرس حاصل فروم اكود انا بعمل اكود هو مش هيشوف الكلام ده. لا انا هقول لحضراتكم والسؤال باشمهندس احمد ساله ده جميل جدا, احنا بنقسم دايما الدسكشن بيننا وبين الكلاينت في المشاريع على فور مين فيزز. الفيز الاولانيه الجمله اللي انا لسه قايلها من شويه بتاعت الاس ار اس الدوكيومنتس,
انت دلوقتي خدت منه الفيتشر ليست واتفقتوا على البادجت واتفقتوا على التايم كل حاجه في الدنيا المفروض ان الفيتشر ليست يتحول جوه السيناريوهات عارفين الستوريز اللي اتكلم الشباب قال لكم عليها في الاجايل ستوريز مور اور ليس شبه بس السيناريوز باجي اقول له ايه انت في فيتشر عندك في الاول خالص الابلكيشن احنا ما بنعملها اسمها ريجستريشن الريجستريشن ده احنا هنعمل فيه 1 2 3 4 طب وبعد كده انا عندي هوم سكرين فيه 1 2 3 4 فانا عندي ديكيومنت الديكيومنت لما اروح الاقيها مع الكلاينت بتاعي في البدايات هيقول لي ايه ده لا انت فهمت الفيتشر دي مني غلط لا انا ما كنتش اقصد ان اللينك ده بالموضوع ده بالموضوع ده فالكوركشن جاي في الانيشال ستيج خالص لسه ما عملتش اي كود ما بذلتش اي مجهود ما صرفتش فلوس كبني ادم او كشركه طيب خلصت الاس ار اس والراجل وافق على كل السيناريوز اللي فيها وتفر الاس ار اس دي فيها كام بيج 50 100 200 ايا كان عدد تمام بعدها المفروض اطلع له ايه حد عارف الديزاينز لسه انا مش عايز اكود دلوقتي خالص الراجل ده هيبقى عنده حاجه من الاثنين هو عنده براند اصلا له الايدنتيتي بتاعتها الوانها والفونتات بتاعتها واسمها اتسترا او انه لا ما عندوش فهضطر انا كرييت وباي ذا واي كشركه او كحد فريلانسر المفروض اعمل ما اعملش الحاجه دي ببلاش unless وبرضه نتكلم عليه في الاخر خالص لو انا راجل ببني بورتفوليو بشكل او باخر يعني لو ديزاين مرتبط باللوجو بتاع الراجل ده مش هيكلف وقت ومجهود كبير او لو انا كسبان كويس من المشروع اللي انا بعمله معاه بشكل او باخر اعمله له لو انت شايف ان ده هيساعدك في تنفيذ المشروع. التاند انت المفروض تعمل له ايه دلوقتي؟ الديزاينز او الموكابس او الشاشات بتاعه البورتل او بتاعه الموبايل ابلكيشن حتى دي في بعض الاحيان بعض الشركات بتقسمها. يعني لو انا النهارده هعمل ابلكيشن يعني بما اني ذكرت سويفل مثلا سويفل فيه مثلا 20 شاشه جواه انا مش بقدر اعمل له ال 20 شاشه في الاول. انا بعمل له ايه؟ بعمل له شاشتين ثلاثه عشان اتخيل معاه التوجه بتاع المشروع بتاعه. تمام؟ اكيد هيبقى عنده برضه كومنتس او احتمال كبير يبقى عنده كومنتس. ايه ده لا اللون غامق اللون فاتح الهمزه فوق ليه يمين ليه شمال كومنتس بتاعت راجل. وباي ذا واي مش كل حاجه الكلاينت او البارتنر او العميل بيقولها لي بقول له امين عليه. انا المفروض في الاخر انا الكونسلت انا الراجل اللي فاهم. طالما عندي جايد لاينز ابل عندها جايد لاينز جوجل عندها جايد لاينز لو انا بديفلوب مايكروسوفت طبعا انا عندي لو انا بديفلوب موبايل ابلكيشن انا بديفلوب ويب سايت او بورتال واكيد طبعا اي بي ام وريد هات في الحاجات بتاعت الارتفيشال انتليجنس والبي اي وخلافه في جايد لاينز والمفروض انا اكون عندي خبره اكثر من اي كلاينت جاي يكلمني فيه في اغلب الاحوال لان انت ممكن يجي لك كلاينت فاهم تك او فاهم الاندستري شويه قد انت لازم احط الانبوتس بتاعتي انا مش كل حاجه بقولها لي بقول له امين لانه في الاخر خلوا بالكم من دي ممكن الكلاينت يجي يقول لك في نهايه المشروع خالص ايه ده دي ما طلعتش بالطريقه الفلانيه زي ما انا كنت متخيل لو انت قلت له ساعتها او انت اللي كنت طالبها انت بالبلدي كده بتلبسه انت المفروض من بدري لو انت عندك ايشو او عندك كومنت about a critical feature المفروض انها تتنفذ بشكل معين وتسمع كلامه وخلاص عشان تنفذ المشروع ده انت هو هيلومك هو مش هيبقى ساتسفايد في الاخر برضه حتى وانت نفذت اللي هو كان عاوزه دكتور هل ممكن هنا نتكلم عن حاجه زي البيزنس بروسيس ري انجينيرنج بيزنس بروسيس ليه بس انت مش مهندس بيزنس بروسيس ري انجينيرنج زي ما حضرتك كنت بتقول ان احنا يعني في بدايه الاناليسيس بتاع البروجكت ممكن اغير البيزنس بروسيس نفسها بتاعه العميل علشان اطلع في الاخر برودكت يتوافق مع البيزنس بتاع العميل الجديد اللي انا عملت له ري انجينيرنج زي ما حضرتك عارف واطلع يعني الهايست بوسيبل فاليو من السوفت وير او من الاوتوميشن اللي انا رايح اعمله له ده هل ده قصد حضرتك في هذه النقطه لا خليني اقول لك يعني انا دايما ببص على الانجل بتاع البيزنس وليس الانجل بتاع الانجينيرز تمام يعني الحركه انتوا ده طبعا حاجه لها فاليو ويرد بس خليني اعمل لها ادابتيشن اللي باشمهندس احمد بيقوله دلوقتي ده بيتنفس في مرحله بتاعت الاس ار اس انا لما باجي باي ذا واي انا لما باجي امضي مع بوتنشال كلاينت او بارتنر اجريمنت نو واي ان انا اكتب له كل التفاصيل اللي المفروض انها تتنفذ قبل الاجريمنت والا بعملت جزء كبير من المشروع يعني انا راجل النهارده قبل ما امضي معايا حطيت له الاس ار اس جوه الكونتراكت
بفلوس ممكن تتفق معاه عليها باي ذا واي. يعني ممكن انت وانت بتتكلم مع البوتنشال كلاينت اكس او واي تقول له بص انا ما عنديش مشكله ان انت تنفذ مع حد غير، بس بما انك مقتنع بالقدرات الفنيه نكتب مع بعض الاسنس. ده اللي مش مسموح بالاناليسيس. ودايما حضراتكم بتسمعوا التايتل بتاع بي سيل او البيزنس اناليست، سمعتوا التايتلز دي قبل كده؟ التو فانكشنز دول هم اللي بيلعبوا الجيم بتاع ما قبل كتابه الاس ار اس. بتاع البري سيل ده راجل بيبقى عنده تكنيكال باك جراوند بس اختار انه يمشي في السكه بتاعت البيزنس، حد شبه حضراتكم كده، هو مش عايز يكمل في الحته التكنيكال، هو مش عايز يبقى ديفلوبر خالص ولا عايز يبقى يمشي في السكه دي، مش عشان هو مش حابب، هو شايف ان دماغه مور انتو بزنس، هو بيحب يقعد مع الناس ويتكلم معاها مش يقعد ورا المكاتب والكواليس. في حد تاني لا، والاثنين صح باي ذا واي، الاثنين مدرستين ما فيش فيهم اي مشكله اطلاقا. فلما بشوف صاحبي بيقولوا ايه، هو احنا امتى المفروض نعمل مرحله الاناليسيس دي؟ المفروض تعملها مع كتابه الاس ار اس. بس في حته صغننه كده بتبقى في البدايات عن طريق التايتل اللي اسمه بي سي. تاني انا عندي كلاينت جاي بيقول لي انا عايز اعمل مشروع فلاني، فانا بتكلم معاه بصوت عالي عن الفيتشرز المفروض ان انا احطها في البروجكت بتاعه. خلاص فهمت البيزكس بتاعت البروجكت بتاعه واديته كوتيشن بشكل او باخر، طبيعي جدا ان اول حاجه تتنفذ بعد التوقيع هو الاس ار اس. الاس ار اس اللي فيها بقى التحليل التفصيلي اللي انا المفروض بقعد مع كلاينت مره واثنين وثلاثه واربعه عشان اقعد اكسر كل اللي في دماغه واقول له اللي عندي، اقول له اللي عندي. بعد ما اخلص اقول له خلاص انا هكتب لك بقى الاس ار اس، الحركه تبص عليه القران او البايبل بتاع المشروع، بص عليه ونبتدي نمشي في السايكل بتاع الكونست. هل انا كده على السؤال يا باشمهندس ولا حضرتك؟ لا تمام. بشكرك يا دكتور. دايما المهندسين دايما بيحبوا عندي بوتنشال كلاينت، بري سيل اكتيفيتي، كونتراكتنج، اس ار اس، وقفنا احنا دلوقتي عند ايه؟ الموكبس بتاعت 2 اور 3 سكرينز للمشروع اللي انا ممكن انفذه. والسكرينز دي باي ذا واي على اي مشروع في الدنيا، يعني مش موبايل بس، موبايل ويب اي حاجه فيها اي في الاخر ده بلاتفورم لازم اشوفه. هيقول لي شويه كومنتس او مش هيقول لي، هيقول لي تمام هقفل له السايكل دي كلها. حلو، خلصنا الشاشات اللي المفروض ان هو يشوفها في اخر المشروع. كودينج بقى، في الكودينج انا ممكن اما اسميها زي ما الباشمهندس احمد قال من شويه اجايل، ممكن اسميها ايتريشن. بس لازم مع كل كريتيكال بوينت الكلاينت يشوف انا وصلت لحد فين. يعني انا كشريف انا مش مهتم ان الكلاينت بتاعي كل اسبوع اسبوعين يشوف انا بعمل ايه، الا لو هو عايز يعمل كده، هو مش هيحس بفرق كبير. اكيد حركه فنيه القصه دي، والله احنا مش هيحس بفرق كبير. بس انا عندي دوتس معينه المفروض اوقف عندها البروجكت واقول له تعالى اتفرج، ايتريشن 1 ايتريشن 2 ايتريشن 3. طب ليه بعمل كده برضه؟ عشان ما يحصلش المشكله بتاعت السرير، ما يجيش راجل يتفاجئ ان في حاجه هو كان متخيل انها تطلع بشكل وطلعت بشكل. طب برضه انا بعمل كده ليه؟ بالنسبه لنا عشان اسيف تايم وكوست. ما الراجل ده لو جالي في نص السكه وراح لي ايه ده؟ ده دي ما اتعملتش بالطريقه الصح احسن لي 1000 مره فروم تايم اند كوست برسبكتيف بدل ما اعملها في الاخر، لان هي بنيت عليها موديولز كتير هضطر اهدها وابنيها من اول وجديد. تمام؟ فده كده برضو باختصار ان شاء الله لو ربنا اراد. يعني انا على فكره ما عنديش اي مشكله مهما كان العدد، رقم تليفوني حتى عنده اي استفسار في اي وقت يكلمني او يبعت لي على الواتساب ويسالني عليه. احنا هنا في السيشن دي تحديدا وسامحوني كده ام انيشيتنج تيبس اند هنتس. طبعا هو كل توبيك من دول المفروض ياخد ايام وليالي، ما عنديش مشكله اطلاقا ان انا اجي لكم ايام وليالي ورا. ماشي يا ريس؟ فالدقان اي حد لازم يبقى عنده بس الانيشيتيف انفو ويبتدي هو يدافع عشان يجيب التفاصيل بتاعتها الزياده. فده كده الايه؟ البروجكت في السوفت وير او في التك از ا بروسس. طيب. وده سؤال عظيم جدا دايما بنساله. يجي واحد يقول لك ايه؟ عندي فكره جميله جدا وعظيمه جدا وعايز لها انفستور. عايز حد يجي يدفع معايا فلوس ويدوس معايا مش عارف ايه. حضرتك لو معاك فلوس تحول الفكره دي لبروتوتايب جو اهيد. ما تروحش تجيب انفستور دلوقتي. ولو عندك القدره انك تخلي البروتوتايب برودكت اعملها. كل ما اخرت فكره انك تدخل بارتنر او انفستور على حاجه انت بتعملها كل ما ده كان احسن بالنسبه لك. ليه؟ النهارده الشيخ عنده فكره، الفكره دي قد تكون عظيمه جدا ورايح يكلم فيها صديق او رايح انجل فاند ولا اكسلريتور يقول له كذا كذا كذا. هو طبيعي ان الانفستور لما يجي يحط فلوس في فكره هيحط فيها قرش. طب لو بروتوتايب
20. طب لو برودكت 10 قروش هي هي تبقى اللي هي هي. كل ما دخلت على نفسك او على الكيان اللي انت ناوي تعمل له انيشيشن حد في الايرلي ستيج، كل ما ده قلل فكره البنفيتس او الفاليوز او البروفيتس اللي انت ممكن تعمل لها جيننج من الكونسبت اللي انت متبنيه ده. طيب جميل. حاجه ثانيه، هو الانفستور اصلا، اي انفستور لو انا رايح له فعلا بريل برودكت، ايه الحاجات اللي هو بيركز او بيفوكس عليها؟ ده برضه من خلال الاكسبيرينسز بتاعتي. ثلاث حاجات اي انفستور كبير او صغير يبقى مهتم جدا بيها. اول حاجه، وده دايما بيتقال في الحته بتاعت الستارت ابس دي، يقول لك اللي جاي انا عايزه حرق المراكب. يعني حرق المراكب؟ ما ينفعش حضرتك تكون شغال في شركه بتاعت سوفت وير في النهار وتشتغل في المشروع بتاعك بعد الظهر. اللي مستوى مش هيلمسك، مش هيجي ناحيتك. لك لما ان شاء الله تبقى فولي ديديكيتد للموضوع بتاعك ده، تعالى كلهم باي ذا واي. حتى لو ما كانش حد فيهم بيقول كده، بس هو في الكواليس لو واحد جاي بيقول له اصل انا عملت مشروع الملك ده، عندي شويه وقت فاضي كده، رحت اعمل مشروع الملك ده، فكره عظيمه وعلى الكلام ده. اذا كنت انت اصلا مش مؤمن بالفكره، ليه مش مؤمن بالفكره؟ عشان حد بيشتغل في وقت تاني، اما بدور عشان اجيب كاش. طب ما انت هتفضل حتى لو خدت مني فلوس، انت هي وبعدين تعمل ايه في بعد ما تخلصها؟ انت هو كده على طول في الباك مايند بتاعه، انت غالبا الفلوس دي هتروح، مش هذا مش هيكمل لسبب او لاخر. النقطه الثانيه، الناس بتنفست في بني ادمين. حضراتكم اكيد بتشوفوا او هتشوفوا ان في مشاريع الانفستورز بيحطوا فيها فلوس، وانت بينك وبين نفسك ايه ده الفكره دي متداسه 100 مره قبل كده. ليه هم بيعملوا كده؟ ليه؟ عشان هو شايف البني ادم اللي قدامه عنده من الباشون وحب الفكر والموت عليها اللي يخليه جوه البورتفوليو بتاعه. الانفستور باي ذا واي عنده بورتفوليو زي الشركه بالظبط، هو بينفست في 10 اماكن 20 مكان، وفي الاخر في 2 او 3 هم اللي بيكسبوه كتير، هم اللي بيكسبوه من الاكزت، بيسموه من الاكزت بلان بتاعت الستارت ابس دي. فهو النهارده لو ما حسش او لو ما شافش فيك انت، رغم ان انت ممكن تبقى حارق المراكب، ان انت مؤمن جدا بالفكر ومخطط لها مظبوط وشايف الفيوتشر بلانز بتاعتها، حتى لو لها كومبيتيشن برضه هيقول لك مع السلامه. وعلى فكره باي ذا واي، هو في دايما ناس برضه عندها ترمينولوجي كده غريبه، يقول لك ما هي موجوده، ما الفكره موجوده، ان شاء الله تبقى موجوده 100 مره. في كام واحد عملوا ميميكنج لفكره اوريدي اكزيست برضه بيكسبوا شغالين زي الفل؟ هو كريم جت بعد اوبر ولا قبلها؟ بعد كام سنه اوبر اشتريتهم بقد ايه؟ ده مثال واضح جدا، هو في 500 مثال بس ده واضح جدا لكل الناس. قد ايه ده مش عارف اصل الفكره موجوده؟ انت ايه الفاليو اللي بتقدمها وانت نازل بتكمبيت؟ في كام موبايل ابلكيشن بتاع جروسري دلوقتي بيوصل انستا شوب وطلبات ومش عارف ومرسول؟ 500 واحد، وهيبقى في 500 غيره. في الاخر انت ايه الفاليو المختلفه اللي بتقدمها اللي بتخليك عندك القدره على انك تدخل الماركت ده؟ باي ذا واي، هو مفيش ادنى مشكله ان يكون في من المرسول ده 100، از لونج از الماركت يستحمل. انا ما ينفعش مثلا يبقى عندي ابلكيشن زي بتاع مرسول ده في بلد كلها على بعضها 100,000 بني ادم ويبقى في منهم 100، مش هيبقى لكل واحد، مش لكل ابلكيشن 100 بني ادم. انا في ماركت زي مصر ضخم جدا، ضخم جدا، يستحمل منهم 100,000 واحد. فدي برضو ايه؟ حاجه من الحاجات اللي الناس برضو بتحسبها احيانا بشكل غلط، اللي هو ايه؟ انه ما هي موجوده، يا عم هتبقى موجوده، انا بقدم حاجه مختلفه، بقدم كذا وكذا وكذا. اديكم مثال بقى اكثر يعني قوه، سوق الاول ناس عملوا القصه بتاعت التوصيل بالبساطه. هل انتوا عارفين ان اوبر وكريم الدوله الوحيده اللي في العالم اللي عندها توصيل بالبساطه هي مصر؟ عندهم؟ مش موجوده غير في مصر. سويفن عملت انيشيتيف لموديل عظيم جدا بنفسه بعض. مين بقى متميز؟ دي قصه ثانيه. مين يقدر ومين ما يقدرش؟ برضه قصه ثانيه، الموضوع ثاني كبير جدا. هاو ام بنتريتنج في الماركت، ازاي بدخل الماركت نفسه؟ خلاص طيب، احنا قلنا يبقى انت لازم تبقى حارق المراكب. الانفستور بينفست في بني ادمين اكتر منها فكر، لما انت حارق المراكب. ثالث حاجه ايه؟ هو انت اخبار الجروث عندك ايه؟ انت عملت النهارده بلاتفورم، او عملت موبايل ابلكيشن، او عملت سولوشن، وات ايفر هو اسمه ايه؟ هو هيبقى مهتم جدا بانك بتبيع ان شاء الله بجنيه زياده كل يوم.
مش لازم تكون بتعمل ملايين خالص. انت لو اول يوم بتبيع بجنيه وثاني يوم بتبيع ب2 جنيه وثالث يوم بتبيع ب3 جنيه ريزا بوتنشال كبير. لو اجتمعت الثلاث لو الثري توبكس دول او الثري ايدياز دول اجتمعوا عند شخص عامل مش هسميها اي برودكت صغير حتى لازم تعرف ان انت عندك فيري هاي بوتنشال انك تجيب انفستمنت. بس السؤال بقى المهم هنا هون لو راجل حرق المراكب ومؤمن جدا بفكرتي وبعمل جروث اروح لانفستور ليه اصلا؟ استاذ انا كمشان احمد انا عايز اجاوب على السؤال ده فانا هسال واستنى ولا هيرد؟ انا ساكت اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ يعني حضرتك رايك ان انا لا اعرف بتقول ان انا اجيب انفستور عشان اخد بوست فين ازاي؟ طب انا ممكن اعملها لوحدي. لا حاجات مش طيب يعني هل نقدر نقول ان انا بروح للانفستور علشان يديني كاش فاعمل ماركتنج اكتيفيتيز؟ امسك المايك انت عامل منوفية ما تقولش كده امسك المايك دوس قولي بس قولي بس ما رجع لك قولي بس ما باشمهندس ايه دول باشمهندس محمود باشمهندس محمود حضرتك بتقول ان انا رايح للانفستور علشان اخد منه كاش فاعمل ماركتنج اكتيفيتيز انت كنت بتقول مش بس كده تمام فانت انت بتقول ان انا رايح للانفستور عشان اعمل اكسلريشن هاويفر انا عندي تاني فاليو بقدمها ومؤمن بيها وبتعمل جروث صح ماشي انت تاني انا عارفكم كلكم اللي كانوا رافعين ايديها تمسكوا المايك انت كنت رافع ايدك ادي الراجل اللي وراك باشمهندس سيبه هو عايز يقول مفيش صوت يا باشمهندس اسمه حضرتك باشمهندس حسام ممتاز حضرتك بتقول ان 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 الانفستور ده عنده من النتورك والكونكشنز اكسلريشن للاكتيفيتيز اللي انت المفروض انك تعملها فيبقى رقم واحد انا عندي ماركتنج رقم اثنين عندي نتورك وكونكشنز ايه تاني؟ انا بروح للانفستور ليه؟ او علي صوتك يعني تاخد المايك تعلي صوتك اتفضل باشمهندس باشمهندس عبد الحميد اتفضل يعني خليني اتفق واختلف معاك هو اصلا دي ممكن تبقى كونسرن عنده هو يعني انت لو رايح للانفستور تقول له انا عايز ادرس السوق اكتر هو هيبقى عنده طب انت زي مثلا شغال وبتبيع ودايس خليني اقول لحضراتكم شويه امثله ثانيه انا ممكن اكون رايح للانفستور علشان عايز هيومن كابيتال معايا عايز تيم ما انا شغال باثنين ثلاثه عايز اعمل ب10 دي ممكن تبقى دايركشن جنب الحركه قلت له الماركتنج والستاديز والنتورك والكونكشنز وغير باي ذا واي اللي باشمهندس حسام قاله ده حاجه في منتهى الاهميه الانفستور اللي داخل معاك بفلوس ده عايز بعد سنه او اثنين او ثلاثه يخرج كسبان من الفلوس دي فهو لو دخل معاك بقرش هيبقى بيبوش معاك بنفس الفيلو جوه الكلام بتاعك عشان هو عايز يكسب هو كمان بعد كده وانت في الاخر كلنا بننفست بشكل او باخر تمام وزي ما قلنا برضه طبعا اكيد الماركتنج والسيلز اكتيفيتيز وهكذا طيب اخر حاجه هنقول ان شاء الله قبل اول بريك بعد اذن باشمهندس احمد طبعا النقطه بتاعت الكواليتي بصوا يا شباب نقطة دايما نحطها في دماغنا كده طول الوقت ما تغرس وانت بتبني البلاتفورم بتاعك البرفكشن عند ربنا بس وده اللي خلى ناس كتير تطلق كونسبت كده اسمه الام في بي معرفش برضه حضرتك سمعت عنه ولا لا المينيمال فاليبل برودكت انا عايز اعمل ابلكيشن اي كوميرس ابيع فيه
كيبوردات والماوسات اللي الناس بترميها اي حاجه. الناس حرفيا بتغرز وهي بتبني البلاتفورم، تقعد سنه تكود فيه ولا بص انا عايز احليها شو اظبط دي احط دي ايه ده الفيتشر الفلانيه معموله بره احطها هي كمان هعمل كذا كذا. في الاخر تلاقي نفسك صرفت اضعاف اضعاف الرقم اللي انت كنت حاطه في الاستادي بتاعتك في الاول، ونازل للناس بفيتشرز اول مره تسمع عنها، فمحتاج ماركتنج اكتيفيتيز قد كده. طب اعمل ايه يا عم شريف؟ بطلع بحاجه اسمها المينيمال فاليبل برودكت. يعني انا عندي البلاتفورم ده له كور في فيتشر واحده هي اهم فيتشر فيه، اعملها بابسط شكل ممكن وانزل اتست بيها الماركت في المينيمم، في المينيمال ليفل كمان. صرفت عليها من وقتي شهرين شهر ثلاثة، انا واثنين ثلاثة شباب معايا، واحد بتاع يوزر انترفيس او يسموه الديزاينر، مع ويب، مع انا كويب ديفلوبر معايا اثنين ثلاثة كده طالعين بالكور فيتشر. طب اضرب مثال برضه على شريف سويفل جت قالت، عشان انا ما اقدر اسال عليها عشان هم من الناس اللي برضه معرفين وبيتحركوا بيستخدموها بشكل او باخر. قعدت عندنا احنا ماشي سوق، خلينا في سوق، انا بتاع السوق بعمل ايه؟ راجل فندر واحد واقول له ارفع عندي شويه منتجات خلاص، واخلي يوزر او اليوزرز يدخلوا يحاولوا يشتروا سوبر ماركت وات ايفر ايا كان، واخلي الناس تدخل تشتري تجرب تشتري من عنده واسمع الفيدباك بتاع الناس شكله عامل ازاي. ممكن الناس تعمل داونلود للابلكيشن بس يمسحوه بعدها او ما يستخدموهوش. الناس بتدخل عندي ترافيك على الويب سايت اللي انا عامله او على السولوشن او البرودكت اللي عامله بس مفيش ترانزاكشن. المشكله كانت فين؟ ما الناس لما انا قلت لهم بره ادخلوا لا دخلوا. طب المشكله في الموضوع الفلاني، المشكله مرتبطه بالكواليتي اللي انا جايبها، طب هو البرايس رينج، طب واتيفر. فانا عرفت ان في انترست للموضوع بس في مشكله لها علاقه بالسيجمنتيشن او بالفاينل ترانزاكشن. الابلكيشن الواضح قوي فيه ده مثلا الواضح فيه بس دي انستا شوب. لو حضراتكم عارفين انستا شوب ده ابلكيشن بتاع اوردرز ابتدى الاول بالسوبر ماركتس، ابتدى الاول في الرحاب والتجمع. ونزل بالـ MVP ابتدى بالسوبر ماركتس او الجروسري في منطقه معينه لشوبس معينه، بعدها بشويه عمل ايه؟ كبر الباي بتاعته. لما لقى ان النيدز شغاله مظبوطه وزي الفل، لقى عنده شويه مشاكل في اليوزر اكسبيرينس او الجيرني بتاعت الناس جوه الابلكيشن نفسه، ابتدى يعدل. فضل مركز على انه يظبط الاول الحته اللي موجوده عنده في الاول، وبعدها ابتدى يعمل ايه؟ ابتدى يزود السوبر ماركتس في مناطق بره الرحاب والتجمع، بعدها ابتدى يعمل ايه؟ كبسات دبيوت، بعدها عمل ايه؟ دخل جزري، دخل بتوع فاكهه. بصرف النظر عن الابلكيشن ده، اتباع برضه الدليفري هيرو من فتره برقم خزعبلي، انا مش مقتنع اصلا بالقصه بتاعت الرقم ده، بس هو في الاخر ماشي بنفس الكونسيبت ده. فحضرتك النهارده وانت بتبني بلاتفورم او بروجكت او مشروع، ابتدي دايما بالام في في، ابتدي بالمينيمال فاليبل، ما فاليبل هو بيقول لك حط اهم فيتشر او الكود بتاعتك جوه الابلكيشن او البلاتفورم اللي انت بتعمله ده وطلعها في بولتات بسيطه. على فكره كلمه بولتات بسيطه مش معناها ان انا بعمل صفحتين لا طبعا، انا بعمل في الاخر ابلكيشن، بعمل ريجستريشن وهم سكرين، بس بحاول امينيمايز على قد ما اقدر الكوست بتاعتي اللي هي مرتبطه بتايم وفلوس، ومش بالضروره ان انا اعمل احسن كواليتي في الدنيا. في البدايات انا مش محتاج ده، بس في الاخر الابلكيشن ما يبقاش بيكراش فيه او الويب سايت ما يبقاش بيقع عشان السيرفر داون، بس انا بحاول دايما اجيب لي منه. والله لأ ربنا بقى اراد وكرم ولقيت الموضوع يحصل له اكسلريشن حياتي جدا، هعرف بقى ساعتها دي وتو الفلوس اللي جايه لي هعرف اروح اجيب. انا عندي ريب برودكت بيحصل فيه جروه، اروح بقى للانفستور لو انا ما عنديش القدره الماديه. لو عندي قدره ماديه عادي جدا انا اوقف اوقف يو كان دو ات. انا عرفت ان في نيد عظيمه جدا للموضوع ده بس مش هتستحمل الترافيك اللي جاي، خلاص هقول للناس كامينج سون، بس لازم احط بلان بقى ساعتها ايه؟ اقعد بقى في الارض اجري بقى سرعه الصاروخ عشان اعرف اطلع او اخلي الابلكيشن بتاعي او البلاتفورم بتاعي يستحمل حجم الترافيك اللي هيجي بعد كده. وابتدي زي ما كل الابلكيشن حركه، ما اكيد بتشوفوا القصه دي، كل ما تيجي تعمل ابديت من الجوجل من جوجل بلاي او الاي تيونز تلاقي 500 نفس الابلكيشن عمال يعمل ابديت. هو عمال بيعمل يقول لك بفكس ماينور ايشوز، بامبروف البرفورمانس، بظبط الفيتشرز الفلانيه. You can do the same. برضو فرق القصة بتاعت الـ MVP دي لها يعني theories كتيرة جدا، بس at the end ما تغرس في الكواليتي. حط دايما القصة دي في دماغك، إن أنا عايز أعمل أحسن حاجة ممكنة في التاريخ، مش هيحصل.
في البداية مش هيحصل، ممكن بعدين لما ربنا يكرم البلاتفورم بتاعك او الستارت اب بتاعتك او كام بتاعك ينجح بشكل او باخر يبقى بندب عليه بعد كده زي ما انت عاوز. تمام. هنا يا دكتور ممكن يعني يظهر لنا شويه الكلام في الترينجل بتاع الكواليتي تايم كوست، حيث ان انا عايز اطلع بالبرودكت بشكل سريع وفي نفس الوقت بكواليتي مش بطاله، وزي ما حضرتك بتقول كده ما اصرفش عليه يعني كل اللي ورايا واللي قدامي، بحيث ان انا صح كده؟ صحيح صحيح تماما. تمام. هو ده خليني اعيد صياغه الكلام. انا راجل النهارده لو معايا 100,000 جنيه وعايز ابتدي حياتي، مش منطقي ولا طبيعي ان انا اصرف ال 100,000 جنيه بتاعتي في دايركشن واحد. لا لازم اشتريهم عربيه مثلا. خلاص كده. عربية حلم كل الناس. ولو ان يعني ما فيش عربية بمية ألف دلوقتي يا دكتور. مش فاكر بس يعني الاحتياج بيولد ال صحيح صحيح قرارات موجود يعني موجود. طيب حضرتك أي تفضل. صح صح مش جاي بقول لك دي بقى كمالة الحكاوي. انت ما ينفعش تقول انت هتروح انت النهارده راجل، انا راجل عندي علي بابا. علي بابا ده بتاع بي تو بي اي كوميرس مثلا، خلاص ازاي انافس الراجل ده في ام في بي؟ شوف في منافسه من اساسه. هو الام في بي اصلا معمول للنيو ايديز قد انت، بس انت النهارده لو عايز تكمبيت فكره ثانيه موجوده ممكن تقول لي اه بس انا عندي فاليو مختلفه، يبقى انت بره طلعت نفسك بره الكومبيتيشن او بره الدايركت كومبيتيشن بتاعك. انا مثلا عايز اعمل حاجه زي بتاعت امازون مثلا، بس مش هبيع كتب، ده انا هبيع اكس. هو سيميلر للفكر للكونسبت بس في الاخر يو نوت كومبيتنج معايا، هو شغال في حته ثانيه مختلفه. طالما انت عندك فاليو، انا سميتها ايه الكور، بيقول لك فاليو الكور فيتشر بتاعتك مختلف عن الكور فيتشر بتاعته، فانت كده خلاص بره الجيم. انما لو هتكمبيت معاه لا طبعا ما ينفعش تكمبيت معاه بحاجه يعني مش عايز اقول نصها يعني كمان، لا ما ينفعش تقل عن 10 20% عن اللي موجود عنده بشكل او باخر. انت ممكن بدوي حتى لو انت معاك كاش كتير مش بضروره تروح تعمل نفس اللي سوق او امازون او نون عاملينه بالظبط. يعني انت ممكن تروح برضه تعمل اي كوميرس بي تو سي، بس انا مثلا هتخصص في الالكترونكس. انت مش فاتح على نفسك طبعا. الناس تقول لك ايه طب ما هي مش هي 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 هو اللي كمش موبايل ابلكيشن، بس اللوجيستكس حاجه ثانيه الناس مش فاهمه. بس اللوجيستكس والاوبريشن اللي حضرتك هتبذلها عشان تقدر تكفر حجم الفندرز على اختلاف الكاتيجوريز اللي موجوده في كل حته في الدنيا في السيميلر اب دي مختلفه تماما. والله انا عندي حاجه مختلفه هعملها في الحته بتاعت الالكترونكس والهوم ابلاينسز مثلا، جو اهيد. بس قد ايه انت بتكمبيت معايا برضه، بتكمبيت معايا في حتته، فده كده ما بقاش ان في بي. الان في بي لو انت طالع بحاجه مختلفه نيش، قد يكون باي ذا واي وبعض الاحيان ممكن تبقى الفيتشر او الحاجه الفاليبل دي ما تبقاش مثلا في ان انت بتبيعها له بسعر كويس. ممكن مثلا انت اي حاجه تطلبها في الدنيا هتجيلك بعد ساعتين. ات مايت بي يعني مش فيتشر في الابلكيشن، مش حاجه تك، حاجه مرتبطه باللوجيستكس دلوقتي. ان حضرتك مثلا لو عملت من عندي اي اوردر هتاخد عليه سيميلر هديه كل مره. اي دون نو اللي عايز اقوله ان الحاجه دي مثال في حته. نعم يس. يعني مش بالضروره يكون الفاليبل برودكت بتاع الفاليبل فيتشر بتاعتك تبقى في الابلكيشن نفسه، في التك في الحته التك ممكن تبقى في حاجه ثانيه، فساعتها برضه تبقى خرجت نفسك بره الكومبيتيشن. اتفضل. حضرتك من شويه قلت ان لو معاك 100,000 جنيه ما تحطهاش كلها في المشروع بتاعك، لكن في اول محاضره حضرتك قلت كل ما الناس زادت كل ما الجيم زاد. هو انا ما قلتش ال 100,000 دي، هو الاثنين مش عكس بعض. خليني اقول انا قلت اكيد لو واحد مع 100,000 جنيه مش هيروح يحطها في 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 مكان واحد مره واحده. هاويفر الريسك مش بالضروره يا صاحبي باشمهندس برضه طيب احسن كتير قوي. بص يا باشمهندس مش بالضروره الريسك. هو انت هو انا خلينا نفترض فرضيه جدليه كده ان انت راجل عندك 6 شهور مثلا قبل ما يحصل عندك حدث كبير ونفترض انك هتتجوز مثلا. خلاص بما انك سالت السؤال، انت الريسك مش في الفلوس، انت الريسك في وقتك انت. ان انا النهارده لو قررت اعمل ستارت اب وقعدت فيها انا والبارتنرز بتوعي سنه او سنتين بس ليها، حضرتك مش واخد بالك ان السنه او السنتين دول اهم من المليون 1,000 جنيه. في سنتين من عمرك راحوا في المفيش.
في جملة بس احنا لايف مش هينفع اقولها يعني. السؤال الوقت هو اهم ريسك عندك في حياتك. هو ايه اللي بيفرق؟ هو ليه الراجل بتاع مارك زوكربيرج في فيسبوك قال لك انا كنت مش عارف ايه وانا عندي 27 سنه؟ هو ليه بيكليم دايما او ليه الناس دايما بتكليم قصه السن؟ على فكره مش عايز الناس تموت نفسها يعني، يفضل يجري يقول لك انا عربي انا عندي 28 سنه لحد مش عامل حاجه. 28 سنه يا ابني انت لسه صغنن خالص. بس الريسك مش بالضروره يكون في الفلوس، الريسك ممكن يكون في المينتاليتي والسايكولوجيكال امباكت بتاعتك انت وحضرتك مش واخد بالك انك لما تروح تجرب في مشروع واثنين ويفشلوا انك ممكن تلوك على نفسك انك تعمل موضوع ده للابد. الريسك له فاكتورز ثانيه كتير مختلفه غير الفلوس. كتير مش فلوس بس. بس في ناس بتعمل يقول لك اه انا ما عنديش مشكله اجي اهد واصرف 100,000 جنيه وارجع اشتغل. في ناس بتعمل كده طول الوقت، في واحد عمال ياخد ريسك بس. وفي واحد فعلا بيوصل زي ايلون ماسك مثلا وكسر الدنيا وهو بياخد ريسك بس. في حد تاني ما بيوصلش. وعلى فكره انا برضه تاني انا ما بتبناش مدارس ضد مدارس. يعني في واحد يقول لك اه انا ريسك تيكر جاهد، انا بحب اخد ريسكس وفيك تلاي ميك ات جاهد. في واحد تاني يقول لك لا انا عايز اسكيور نفسي، عايز اشتغل موظف واقبض كويس وعايش ممتاز وزي الفل لغايه ده صح ولا صح؟ انا ما عنديش مشكله اطلاقا لان ده برضه في بقى فايت طول الوقت بين الناس اللي يقول لك ايه انت شاطر قوي انت تروح تفتح الستارت اب بتاعتك، واحد تاني مش عارف تبني هتفضل طول عمرك موظف يا جماعه بطلوا تديفندوا بعض. هو انت ليه حضرتك اخترت الدوت نت؟ واحد تاني يقول لك ليه دوت نت؟ تروح يا بي اتش بي الدنيا كلها بي اتش بي مايكروسوفت حتى بتموت. يو دونت نو قد ايه انا اخترت التوجه او الدايركشن اللي من وجهه نظري مناسب، هعمل له شيفتنج لما الاقي ان الشيفتنج ده مناسب بالنسبه لي. اختيارات الحياه دي ما فيهاش صح وغلط، يعني كل واحد بيقرر بيزد على اللي هو بيفكر فيه او اللي هو شايفه. في واحد بيقول لك انا اصرف 100,000 جنيه في ابلكيشن ولا في بلاتفورم ولا في مشروع عشان تجيب لي بعد 5 سنين مليون جنيه. واحد يقول لك انا طب انا اشتغل النهارده واقوي نفسي واخد مش عارف كورسات واسافر بره اشتغل عشان بقيت في المانيا ولا في انجلترا ولا بقيت في الحته الفلانيه هعمل مليون جنيه انت بتطلع لي بره، هعمل 2 مليون جنيه بره بتطلع لي بشكل او باخر. اي كان دو ات اي دونت نو وهو فعلا ده مور ريسك ده عايز اقول حاجه. هو احنا ليه معتبرين برضو عايز والله ده اسئله كده، احنا معتبرين ان الريسك مرتبط بان انا اعمل ستارت اب. طب انا ممكن لو انا رايح في الدايركشن بتاع ان انا ابقى موظف انا باخد ريسك ما انا سبت الستارت اب. ايوه هتدفع في ايه؟ لا انا فاهم قصدك. انا بقول ليه ما اقولش بقى ان انا لما اروح ريسك ليه انا مثلا اقرر ان انا اسافر اشتغل مثلا في اوروبا او في دبي او وات ايفر بعد سنه سنتين من تخرجي من الكليه وده ما اعتبرش ريسك. ريسك بس ريسك ابعاد مختلفه. بس احنا علشان ان جنرال دايما الحاجه اللي فيها شو اوف هي اللي بتبان، فدايما بنعتبر ان هي البنش مارك او الايديال بتاعت اي حاجه. وعلى فكره تاني دي مش دعوه ان احنا ما نعملش ستارت ابس، انا بس بحاول ادفرنشيت الحاجتين. في ريسكس هنا وفي ريسكس هنا طول الوقت. ايه تاني؟ دكتور عندنا سؤال اونلاين، حد بيتساءل عن فكره التشينج مانجمنت او التشينج ريكويست مانجمنت، فكره العميل اللي كل شويه يغير في الريكويرمنتس بتاعته. ازاي يعني نتعامل مع هذا العميل؟ انا قلتها في النص صح. انا كنت هقول اللي هيقولها كنت هديله ده بس بما انكم عارفين مش هقول حاجه. مظبوط. طيب انا هقول للشباب قالوا دلوقتي يا باشمهندس احمد تاني ده اللي احنا كنا بنقوله في اول السيشن انه as long as ان حضرتك بتعمل اناليسز مظبوط وانت بتفت مع الكلاينت او مع البوتنشال بارتنر بتاعك بتفاصيل المشروع كلها انتو ديكلنس، فده بيقلل جدا فكره التشينج ريكوست. طبعا انا متخيل وخليني اكد على المعلومه دي ان اي حد مش فاهم تكنولوجي دايما بيتعامل مع التشينج ريكوست ازاي، اللي هو بيمشي الحاجه مع الرفع حتى في حته يقول لك ما هي واحد. فده دورنا في البدايه، ان احنا نفهم البوتنشال كلاينت او البارتنر اللي هتعامل معاه في اي مشروع انه اي حاجه حضرتك بتقف عليها النهارده انا مش هقدر اغيرها، لان انا بالنسبه لي الاركتكت اللي انا ببنيه ده زي العماره. انا طلعت بدور الاول والثاني والثالث، ما ينفعش تيجي تقول لي في النص بقيت انا مش عايز الحته بتاعتك هدي لك العماره كلها. انا ده شغل هندسي زي كل حاجه في الدنيا. فالاركتكت اللي اتبنى على اساس البروجكت ده مع تشينج كوست هتطلع التايم كوست فده هيكلفك كذا، فانا محتاج افهمه ده من الاول. هقول
اللي بيخلي الصوابين بتاعت القصه دي مقفوله تماما ان انا اعمل اناليسيس مظبوط ولا احط هدوكيومنت كل الكلام بشكل سليم من البدايات. تمام. السؤال الثاني اللي جايين له اونلاين بيقول ازاي اعمل، هو يعني تفسير السؤال ازاي اعمل برايورتيزيشن للاكتيفيتيز اللي بعملها وانا ببدا الستارت اب بتاعتي بحيث اني ما احرقش وقت ومجهود كبير في حاجه مش مهمه في الوقت الحالي، هل في ميثودولوجي لهذا الشيء؟ ايوه في طبعا، بس انا هستاذنكم ان احنا نجاوب على السؤال ده اجابته طويله شويه. اول حاجه مش هتطلع بعد البريك، ممكن؟ جميل، شكرا جزيلا يا دكتور. انا بشكر حضرتك يعني على كمان ان قرب الامثله من السوق المصري والشباب بيستخدموه، يعني دي حاجه شاكرين لحضرتك جدا. ربنا يبارك فيك، ربنا يبارك فيك. نرجع بعد قد ايه يا دكتور؟ نرجع بعد ربع ساعه. بعد ربع ساعه في شويه برضو اكتيفيتيز صغننه كده وهرجع اصلي حاجه دلوقتي ده، وبعدها بريك اخير وهيبقى فيها اكتيفيتي كده صغيره بعد البريك الاخير ده وخلاص ان شاء الله باذن الله. خلاص نرجع 3:28 3:27 ان شاء الله. تمام، شكرا جزيلا يا لطفي. شكرا.
دكتور شريف عضو احمد هنبدا الجزء الثاني ان شاء الله ويعني خلينا برضو نتكلم عن بعض الاسئله اللي كانت بتتكلم عن مقاييس النجاح واعتقد يعني اجابه هذا السؤال هو كل السيشن فيعني اذا كان يعني بعض الاسئله بتتكلم عن مقاييس نجاحي كستارت اب فيعني نرجو متابعه السيشن يا شباب اتفضل يا دكتور هزيد بس حاجه صغيره كده على مقاييس النجاح اي بلاتفورم تعمل ترانزاكشن وتجيب فلوس فهو ناجح اي ابلكيشن او بلاتفورم عندي منه مليون دولار ما عملش ترانزاكشن ما عملش فلوس فهو مش ناجح بس بزنس از ماني قدام احنا ما بنعملش حاجه حلوه ما بنعملش حاجه عشان يبقى شكلها لطيف ما بنعملش حاجه عشان نبقى نتمشخر بيها قدام الناس سوري يعني لا احنا بنعمل او بنكريت ستارت او بلاتفورم ان اوردر تو ميك ماني انا ممكن اعمل بلاتفورم او ممكن اعمل بروجكت عشان اخد بيه كومبيتيشن ماشي طب انا قصدي النجاح ايه؟ ان انا اخد مكافاه ماني بس ده ما ينفعش اسميه بزنس بروجكت او بزنس بروجكت فمقياس النجاح المطلق بالنسبه لي لاي شغل انا بعمله هو حجم الترانزاكشن والفلوس اللي انا بعملها ده بس استكمالا للحركه دي اكيد طبعا شكرا شكرا جزيلا يا دكتور شكرا جزيلا اتفضل دكتور هو الصوت راح حضرتك سامعني كده؟ ايوه كده تمام ايوه السؤال كان بيتكلم عن فكره للتشينج مانجمنت مع عميل يعني عنده طلبات كتير للتشينج طول الوقت وازاي اقدر ان انا امانج هذه التشينج ريكويستس الكتير والفلكتويتنج ريكويرمنتس اللي عماله طالعه نازله وجايه لي على طول طول الوقت باختلاف يعني. انا بحس بحته الاناليسيس ولا بس كان في سؤال ثاني على ما اتذكر مطلوب ايه الجيرني او ايه الخطوات بتاعه البروجكت اللي احنا قلنا هنجاوبه مباشره بعد الفيديو. بتاع تنظيم المجهود ايوه صح احنا جاوبنا السؤال الاول السؤال الثاني كان بيتكلم عن فكره ايه الخطوات او الميثودولوجي اللي ممكن اتبعها علشان ما احرقش مجهود كبير وفلوس كتير واطلع كواليتي كويسه في نفس الوقت في بدايه الستارت اب بتاعتي هل في طريقه معينه ممكن اتبعها صحيح في ثلاث اربع حاجات لو خلاص بفكر ان انا امشي ستارت اب لازم في ثلاث اربع حاجات معايا رقم واحد اعمل حاجه اسمها ماركت ستادي الماركت ستادي دي لها ابعاد او ميثودولوجيز مختلفه زي ايه؟ بعمل برين ستورم سيشن عارفينها؟ بروح اجيب ناس من سيجمنتس مختلفه ميلز فيميلز كبار صغيرين انت ده سيجمنت اللي تربطني ان انا تربطه يعني النهارده لو بتكلم عن ان انا هعمل جروسري اب او ديليفري اب فالطبيعي والمنطقي ان انا اجيب ناس في الاريا بتاعك ان هم بيعملوا اوردرز. الطبيعي جدا مش مبروك، الطبيعي جدا ومنطقي انه ابدا شغل بعد كونسيوم مع حد مثلا عنده 60 70 سنه لانه غالبا مش هيعمل اوردر عن طريق الموبايل ابلكيشن. غالبا. انا لو بتكلم على اوردرز مرتبطه بسوبر ماركت او جروسري او بقال او كده الطبيعي ان التميز هيبقى اكتر من الناس. اتسفر. فانا عندي هو حاجه بعمل برين ستورم. برين ستورم سيشن. بقعد جوه الجروب وابتدي اسال مجموعه اسئله انا ببقى محضرها علشان اسمع اجابات وابتدي اعمل اناليسيز الاجابات دي. دي طريقه. الطريقه الثانيه ايه؟ ان انا بنزل على الارض واقف جنب السوبر ماركت. باي ذا واي شركات الماركتنج او الماركت سبيس بتعمل كده فعلا وتقف جنب الناس اللي داخله وطالعه من السوبر ماركت تسالهم نفس الاسئله. على فكره انا بضرب ساعه كروسي يعني
فابتدي اسمع من الناس. في واحد يقول لي ناوي ان انا اشتري، طب ليش اشتري عن طريق موبايل ابلكيشن؟ اقول له انا لازم انا بشتري البرودكت لما اشوفه بعدها او انتحش القصه دي. واحد ثاني يقول لي لا يا عم انا بوفر عشان انت على التوصيل. في واحد ثالث هيقول لي ده هي حلوه وجميله وكل حاجه، بس انا الانترنت بتاعي في البيت عنده مشكله. وحاسس حاجات في الناحيه الثانيه بيقول لي طبعا يا ريت والله يوفر لي وقت ومجهود. فواحد ثاني يقول لي يا ريت انا قاعد بالليل وسهران ومش عارف اجيب مش عارف ايه وهكذا. فانا بعمل برين ستورم، بعمل استديز على الارض، وبعض الاحيان بعمل حاجه اسمها ديجيتال بروفايل. عارفين بتاع الفيسبوك دي؟ انا بكتب سؤال مرتبط بالكونسبت اللي انا اتبناه وببوش البوست ده عند ناس كتير او في اماكن كتير عشان اسمع الفيدباك بتاع الناس. كم شويه الميشن استديز اللي انا بعملها دي، طبعا هنا باشمهندس احمد ما بتكلمش عن ان انا اروح الايجنسي وادفع لها كام الف دولار واقول لهم هاتوا لي، هاتوا لي ريزلتس كل حاجه. ممكن يكون فيها بعض الراندوم ريزلتس بس هتكلفني كتير جدا. I'm not able to do that at the beginning. فبضطر اعملها انا بطريقتي. طب ايه تاني؟ طبعا لازم اعمل حاجه اسمها جاب اناليسيس، يعني اشوف الشبه اللي انا عايز اعمله. او ان انا نازل اكومبيت مين في الماركت. تاني برضه لو انا بعمل جروسري اب هروح اشوف اللي موجود في الماركت عامل ايه؟ ايه الحاجات المميزه اللي عنده؟ مش بس كده، انا لازم اجرب الاب. في ناس بتغلط الغلطه دي بشكل فظيع. الناس بتعمل جاب اناليسيس يروح منزل الابلكيشن او فاتح السايت يقعد يتفرج عليه. يكتب شويه فيتشرز المطلوب فيه وخلاص. انت لازم تجرب السايت بتاعته للاخر. لازم تروح فورورد كانك يوزر حقيقي، تستنى لغايه ما الاوردر يجي لك وتشوف الدنيا هتمشي ازاي، وتخلي غيرك وغيرك يجربوا. يعني ده برضه هيبقى في الكومبيتيشن اناليسيس. كل واحد فيه مميز ليه ومش مميز. في واحد ممكن تبقى اليوزر اكسبيرينس بتاعته، انا لما بدخل اعمل الجيرني بتاعت الويب سايت او الابلكيشن ده بلاقيها عظمه جدا، بس لو انا الاوردر يجي بعد ساعتين يبقى لازم ابقى فاهم انه انا في حد اللي هيكومبيت معايا بيوزر اكسبيرينس عظيم، وانا عندي هيبقى عندي اتش الحته بتاعت الدليفري تايم. وده تاني رجعنا للنقطه بتاعت ان البلاتفورم او الموبايل ابلكيشن ده مش اهم حاجه في السايكل بتاعت الستارت اب اللي انا ببني. طيب عظيم. جنب القصه بتاعت الماركت اناليسيس وجنب القصه بتاعت الكومبيتيشن اناليسيس او الجاب اناليسيس، ايه تاني ممكن اعمله؟ بعمل حاجه اسمها سوات. معرفش حضرتك سمعت عنها قبل كده ولا لا. بعمل اناليسيس كده ماتريكس صغننه كده لطيفه. الاس تمثل الاسترينث اللي انا داخل بيه، الدبليو بتمثل الويكنس. لازم اعرف ايه الايشوز اللي كنت بقول عندي وزعت عملها ريكفر بشكل او باخر. الثريتس بتاعت التي، وانا لو نزلت الماركت النهارده بالفكره اللي فيها كومبتنسز ازيد من الباقيين، مش عندي ثريت اللي ممكن بعد شهر من النهارده راح يبقى معاه فلوس كتير ينزل هو كمان ويكمبيت ويموتني، بحطها. بعد كده عندي الاو الاوبورتيز، هو انا لما هنزل بالفيتشر دي وابقى موجود في الماركت ايه اللي المفروض اضب عليه علشان يبقى عندي فرص ثانيه للاكسبانشن وهكذا. اخر حاجه انا كل اللي بتكلم معاكم في الانيشال ستيج، الفيتشرز اللي انا بعد كل الاناليسز اللي انا عملتها دي عايز اطلع بيها في البلاتفورم بتاعي وتكلفتها واكيد وقتها. طب ليه برضه غيرت؟ لان انا ارجع لسه بتاعت الهندي دي، انا النهارده علشان اقدر اعمل حاجه صغيره بكوست مناسبه بالنسبه لي هقعد ست شهور، فلازم احطها في المقياس بتاع التايم. خلي بالك حضرتك من حاجه، اغلب الافكار اللي في دماغكم في دماغ غيركم. قليل او نادر جدا لما تلاقي في دماغك فكره مش موجوده عند حد تاني. لازم يبقى فيها تكنيكاليتيز عظيمه وعاليه جدا. وده وقت السوات هيبقى في السترينث، بس في نفس الوقت هيبقى في الثريتس، لانه في الاخر هنزل بحاجه لوحدي كده وحاجه اكيد بما ان الكومبتنسي عاليه هتاخد مني تايم وكوست. طب انا ليه بتكلم عن حته التايم والكوست دي كتير؟ علشان انا لو في حاجه هتاخد مني وقت طويل جدا في التنفيذ لازم احط الفاكتور بتاع التايم ده فيها. حاجه هتقعد كمان هقعد انفذها ست شهور، يعني انا في خلال ست شهور اقعد انفست ماني وكاش في الوقت اللي ممكن يكون في واحد بيفكر من قبل وهينزل قبل ما الست شهور دول يخلصوا. فالتايم ده كفاكتور لازم اكون حاطه في دماغي لانه هيبقى ريسك. ودي اخر حاجه. فيبقى تاني انا عندي ماركت ستاديز، جاب اناليسيس او كومبيتيشن اناليسيس، عندي لسه بتاعت السوات، عندي لسه بتاعت الفيتشر ليست بالتايم والكوست بتاعها. بقى عندي شويه انفورميشنز او انسايتس على الموضوع ده اقدر اقرر ساعتها هو انا المفروض اقول فورورد
ولا لوك فور مور ادفايسز ولا هايلر؟ هوقف يعني. تمام يا باشمهندس؟ تمام جدا جدا يا دكتور. بنشكر حضرتك. اعتقد كده مفيش اسئله حتى الان تاني اونلاين، فممكن نبدا الجزء الثاني. اتفضل يا دكتور. طيب برضو احد اهم التولز اللي انا بستخدمها وانا بنتريت جوه الايكو سيستم بتاعي، يعني انا شركه سيرفيسز خلاص، عايز اوصل للناس اللي ممكن تاخد السيرفيسز بتاعتي. انا راجل النهارده عامل سوفت وير هاوس ديفلوبرز اندرويد واي اس ستوري او في ار دوت نت بي جي تي تكنيكال تيم وديزاينرز واير كاب. عايز اوصل للناس اقول لهم تعالوا اشتغلوا معانا، احنا عندنا كومبتنسز كذا وكذا وكذا. ايه اللي ببعته للناس دي؟ بروفايل. يعني لو رحت النهارده كلمت سياده العميد في الاي تي اي قلت له انا شركه اكس واي زد اللي عايز اللي ممكن اعمل لكم موبايل ابلكيشن فيه كذا وكذا وكذا، تمام؟ قال لي عظيم جدا. اول حاجه هي ايه؟ هات البروفايل بتاع الشركه. البروفايل بتاع الشركه ده له ستراكشر، له كومبوننت. خلاص؟ طب نفوق الناس شويه، ايه اكتر خمس ست سبع حاجات المفروض يكونوا موجودين في البروفايل بتاعي؟ اللي انا ببعته في الاول عشان اقول للناس تعالوا اشتغلوا معايا. هو البنات ما بيتكلموش ليه؟ وبعدين هو ليه كده؟ طب يلا جاوبوني بقى. اللي ممكن يكون او اللي انت متخيله ممكن يكون موجود في بروفايل شركه بتقدم سيرفيسز او حتى برودكت لكاستمر. على فكره البروفايل دي المقصود بيها عارفه البروشور او الفلاير بتاع السوبر ماركت زيه بالظبط، بروفايل بورتفوليو السي في بتاع الشركه، ممكن يكون فيه ايه؟ الحاجات اللي انت متخيلها لازم تكون موجوده فيه. يعني مثلا ممكن تكون الشركه بدات من امتى؟ زين. المكان بتاعها في السوق عامل ازاي؟ ماشي. عارفين ممكن ايه؟ لا اللي جاي اللي مش عارف مش عارف عادي، انا كمان مش عارف. السيرفيس اللي هي بتقدمها زين. ممكن اعرف ايه الحاجات بقى اللي جواها مثلا متقسمه ازاي او كده؟ الاستراكشر بتاعها ممتاز. بس مش عارف. تمام. البنات تعبانين يوصلوا المايك اللي بينهم. عشان مايك ورا ممكن لو الشركه دي عندي مقدمه برودكت مهمه او كبير لازم نتحط في الديسكربشن بتاعي ان انا مقدمه. ممكن نحط كمان ايه الانجازات اللي الشركه دي حققتها او الحاجات اللي هي يعني حققتها في فتره من زي ما بدات مثلا. هل اللي حضرتك بتقوله هو الجزء الكبير جدا ومهم في البروفايل بتاعنا؟ احنا اول حاجه في اول سلايد بنقولها الانترو اللي هو ايه؟ السلوجن. احنا جايين نعمل ايه؟ اباوت اس. اول سلايد او اثنين سلايد بيتكلموا عن الشركه، لوجو، سلوجن، انترو، ايه الكور كومبتنسز اللي موجوده عندنا بكلمتين ثلاثه. بعدها بروح لايه؟ الشركه بتاعتي موجوده فين؟ طبعا كل ما الشركه كانت موجوده في ريجنز مختلفه كل ما ده هتفرق. الشركه بتاعتي موجوده في القاهره بس، حلو جميل، موجوده في القاهره والرياض، عظيم، موجوده في القاهره والرياض وجوهانسبرج برضه جميل، كل ده زي الفل. بس ما تقولش اي كلام، نصيحتي وانت بتحط كونتنت مرتبط بعمل ما تقولش اي كلام. علشان العميل اللي فاهم اللي المفروض انك تبني عبر الشركه لو سالك اسئله مرتبطه بالبروفايل اللي انت بعتهوله ولقى انك بتقول معلومات منقوصه او لا قدر الله فيها كذب او غيره، هو انت وقعت حرفيا في تراست ايشو قبل كل هذه. اي عميل بيفهم مش هيبقى عنده ادنى مشكله انك تبقى في بلد واحده بس عامل فيها شغل كويس او بتحاول تعمل فيها شغل كويس. خلاص؟ طيب فتاني نرجع، فانا موجود في كاليكيشنز. بعد كده ببتدي اقول له الاستراكشر بتاع الشركه بتاعتي شكله عامل ازاي. على فكره
في حاجه مهمه كنت المفروض اقولها في الاول، انت البروفايل ده لما تروح تقعد مع الكلاين ده شحنه زي ما احنا بنتكلم كده، انت بتقول له انا شفت كذا اللي بعمل كذا 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 اللي موجود في كذا. حاجه الاستراكشر دي شرحها مهم من الكلاينت اللي مش فاهم تكنولوجي واللي فاهم تكنولوجي عشان تديله الكونفيدنت اباوت يور انتيتي. لما تقول له النهارده انا عندي شركه في مدير عام او رئيس مجلس اداره او سي او او كده ايا كان هو مين، وعندنا اوبريشن مانجر اللي تحته كذا وكذا، ده بيعمل كذا وكذا. الراجل لو مش عارف يعني تكنولوجي وبدات تشرح له الاستراكشر بتاع الشركه بتاعتك هتيجي بيحس بسام سورت اوف كونفيدنس. طب ولو فاهم هل الناس دي فاهمه؟ ايه تاني؟ بحط نوعيات البرودكتس او المشاريع او السيرفيس ده انا بقدمها. طب انا راجل النهارده شاطر في الاي اي هتكلم في الاوجمانتد رياليتي، انا راجل شاطر في الاي اي هتكلم في الارتفيشال انتليجنس اتسترا. يبقى لازم اتكلم على السيرفيسز او البرودكتس اللي انا ببيعها بشكل او باخر. ايه كمان؟ البروسيس اللي انا بمشي فيها عشان انفذ مشروع او عشان ابيع برودكت. احنا زي ما قلنا من شويه انا عندي مجموعه ستيبس عشان انفذ بيها البرودكت بتاعي، بس لو انا بقطعها بقى كمان وقت الشرح للعميل في الجامعه، انا عندي حاجه اسمها ريكوايرمنت جاذرنج، عندي حاجه اسمها اناليسيس، عندي حاجه اسمها كونتراكتنج، عندي حاجه اسمها كذا كذا كذا. انت خدت البوتنشال كلاينت او البوتنشال ليد بتاعك جوه البروفايل في رحلتك بتاعت الشركه، خليته واحد فاهمك وعارف ان انت بتعمله جوه الستارت اب او الكام بتاعك. هو انا ممكن احط له سامبلز من تيم يعني وشوش ناس واكتب تايتلز؟ يس اي كان، بس حسب كل شركه يعني هي مش ابلايد على كل الشركات. لما في شركات بتهتم بفكره انها تشوف حتى انا عندي حد بتاع بزنس دايركتور، عندي حد تكنيكال دايركتور، عندي فانكشنز مختلفه، فحضرتك ما بتتعاملش معاه كيان صغير او ما بتتعاملش معاه سولو، ما بتتعاملش معاه شخص واحد بس. احنا عندنا ورك ممبرز هم اللي مسؤولين عن كل حاجه او مسؤولين عن تفاصيل مختلفه وهكذا. ايه تاني ممكن نحطه في البروفايل؟ اكيد الاوتو واخر بيج وبيقول لك البروفايل. فحضرتك مفروض مشهوره بتحط الدومين بتاع الويب سايت بتاعك لو انت عندك ويب سايت، الايكونز بالنيمز بتاع السوشيال ميديا اكونتس بتاعتك، عشان الراجل ده لما يروح للبروفايل ويبص عليه عايز يعرف تفاصيل اكتر عنك قبل ما يبعت لك انت يدخل على اللينكس المختلفه. كل ما كان البروفايل ابسط ومور فوكس كل ما كان ده افضل. مفيش حد مهما كان هو موجود من الانترست فكره انه يشوف حاجه بروفايل 50 صفحه او 50 سلايد. هو المفروض انك انت هتبعت له البرزنتيشن دي باوربوينت سوري بي دي اف، فعمال يشوفها البيج ولا الثانيه. هو حرفيا لو وصل البيج رقم 30 و 40 هو نسي اصلا ايه اللي فوق ده. فحضرتك البروفايل في الرينج الطبيعي بتاعه لكيان يحصل له انيشيشن او حتى بقاله 3 4 سنين ما ينفعش باي حاجه حاجه تزيد على 20 سلايد. الماكس انا عندي انترو اوت منهم مجموعه فانكشن التيم والسيرفيسز واللوكيشنز احنا بنعمل ايه والكلام فوكس. فالراجل يقدر يروح ويرجع مره واثنين في تايم فريم صغير. في ناس بقى عندها توجه مختلف دلوقتي يقول لك ايه، انا مش عايز اعمل بروفايل ستاتيك، مش عايز اعمله بي اف، اعمل فيديو، اعمل فيديو برودكشن مدته دقيقه او دقيقتين بنتكلم على الفيتشرز احنا موجودين فين وهو كامل. بس انا قناعاتي ان دلوقتي ده ممكن يبقى سبورت في تول ما تبقاش التول الاساسي، مش عارف اسمها البروفايل بتاع فيديو. لا البروفايل بتاعنا لغايه النهارده هو اللي متعارف عليه لاي حد بيبعته ل البوتنشال كلاينت بتاعه. طيب عظيم. نفس السؤال بالظبط بس على البروبوزل. انا عرفت ان انا النهارده راجل لما هبعت للبوتنشال كلاينت بتاعي البروفايل اللي فيه مجموعه التولز دي سوري مجموعه الفيتشرز دي وهو بص عليها ورحت اتكلمت معاه، فالراجل معجب بالكلام بتاعي او بالشركه بتاعتي او بالسيرفيس اللي انا بقدمها بشكل او باخر، ووافق على ان انا اطلع له بشكل او باخر عرض ساعه او بروبوزل او كوتيشن للخدمه اللي هو محتاجها مني او اللي انا قلت له انت المفروض انك محتاجها. يعني هو الموضوع بيمشي بوش وبول في الماركتنج، يا اما الكلاينت بيجي لك وده له اكتيفيتيز كتيره قوي، يا اما انت لو بتعمل كلاينت بتنوب ده دوره بتعمل كل كوتش تعمل ديجيتال اكتيفيتيز وهكذا. فتبقى اي كلمه الطريقه بعد ما وصلت له والراجل بقى مقتنع بشكل او باخر قال لي ابعت لي بروبوزل.
سؤال تاني لحضراتكم، ايه الكومبوننت الاساسيه غير الفلوس اللي هو كنت بقول موجوده في البروبوزل؟ المايك للشباب بعد اذنك. وانا شايف من اهم النقط اللي هو الحاجه اللي بتميزني عن اي حد لازم تكون موجوده برضه. صح، ادي صح. يعني هسمع منكم كلكم المره دي، هسمع منكم كلكم عشان اتاكد انكم مركزين معايا. يلا طب نبتدي من الاول، نبتدي من اللي عنده، هنرجع للي مش عاوز. اتفضل يا جماعه. هنجز التسريبه دي ممتاز. هو البروجكت ده بروجكت اللي هو صح، البروجكت تايم لاين. تمام. دي تاني هو ممكن نشاف البروبوزل اكتر، هيوضح له هعمل له ايه وبكام وامتى ومتقسم ازاي وايه اللي عليك وايه اللي ليك وايه اللي عليك. تيجي تمسك صح. دكتور في الناس اونلاين بيقولوا تايم لاين او الاستيميت تايم بتاع شغلي والتكنولوجيز اللي بستخدمها وازاي ببلان. بالظبط. صح. ممكن اقدم له مثلا حاجه مبدئيه لو خاصه بالشغل اللي هو طالبه دوت، اقول له يعني ان انا اوري له شكل معين، ديزاين معين. شغال في شركه عشان شغال في شركه؟ لا بس برافو عليك، برافو عليك. ايه تاني؟ بس كده كفايه. لو كان في حاجه انا حابب اقولها له خلاص. الناس الاونلاين برضو حد بيقول ممكن احط سامبلز لشغلي، حاجه من سابق اعمالي يعني. تمام، مش مصين قالوا مظبوط. تمام. عايز حاجه؟ ان انا اقول له مثلا حاجه انا عملتها كده زي برضه ممتاز. صح صحيح صحيح. البروبوزل خليني اقول لكم ان جزء كبير منه بكوبي بيست اللي انا كنت حاطه في البروفايل بس التفاصيل. يعني انا النهارده كنت رايح اقول مثلا ايه، انا عامل مشاريع اكس واي وزد في البروفايل، انا بحط لوجوز. يعني انا مثلا عامل مشروع مع اي تي اي ومع تيك ومع تيدا، بحط لوجوز. مش هبص انا عملت ايه في البروفايل، انا كده عايز افهم من صفحه كل ما اكبر كل ما احط المشروع في اربع صفحات ولا اشوف البروفايل. انما في البروفايل اي هاف تو دو ات، لازم اظهر له بقى الكومبتنسز بتاعتي زي ما انا عملت له. عملت ايه في الاي تي اي؟ عملت ايه في تيدا؟ عملت ايه في كذا؟ طبعا كل ما كان في فرايتي كل ما بتبني طرق كل ما لازم يكون اكيد. وانا بتكلم مع لازم احط البروبوزل اللي موجود فين، لازم اتكلم عن البروبوزل اللي معايا في التكنولوجيز اللي انا مستخدمها زي الباشمهندس اللي ذكر دلوقتي اونلاين. لازم احط له التايم لاين بتاع البروجكت بتاعي. كلمه التايم لاين اللي احنا كنا بنتكلم عنها في الاول، انا هشتغل اس ار اس اللي هياخد تايم قد كذا، انا هشتغل معاك ديزاين اللي هياخد تايم قد كذا، والاتريشن فالراجل يبقى فاهم ان انا عايز اشاركه معايا في تنفيذ المشروع. فده يديني صوت صوته. اتفضل يا باشمهندس. احنا قلنا بعد شويه. طيب باشمهندس حسام بيقول هو الصوت راح ماشي. اتفضل يا باشمهندس. طب خلينا نعمل صوت معايا. فلوس بيقول ان انا ما تعملش محتاج ان انا اقول لك انت ولا بيتش هو انا بعمل البروجكت وخلاص. لا، هو احنا قلنا من التعريف ده هو بارتيكولر فريندز، ان انا محتاج ان الشخص اللي انا بتعامل معاه او ان انا بقى احس ان انا بتوصل له. فلما اجي اقول له دوت نت، اقول له دوت نت ليه؟ مثلا دوت نت عشان السكيورتي بتاعته اعلى، بي اتش بي شوبن سورس. اتفضل. صحيح، ما انا شايف اشرح لي. بس انا ما بوصلوش اكيد مش هوصل له دوت نت مهندس. بس لازم اقول له ليه اخترت الدوت نت؟ ليه الدوت نت في المشروع ده؟ انا فهمت خلاص، انا قعدت معاه مره عمر. ليه انا عامل لك مرتين؟ كل ما كان الكلاينت حاسس انك بارتنر، كل ما لعب على درجه الثقه فيك، كل ما سهل عليك تنفيذ المشروع معاه، كل ما خلى ده سكسس ستوري في الهيد بروجكت. طبعا على فكره هو على عايز اقول لك انه جزء مهم جدا جدا في البيزنس تراست. جدا. هو احنا ليه الناس بتعمل رايز بتعمل جوينت بتعمل عرض ليه؟
عشان تبني نتورك كونكشنز. طب انت تبنيها علشان تفضل عارف ثانيه خلاص؟ لا، انت الاصل في البناء بتاع نتورك كونكشنز ان الشخص اللي انت بتتكلم معاه كان محس بالثقه، يحس انك بتنصحه، وده هيخليك على فكره بالممارسه لما يكون عندك مشاريع او بروجكتس وعايز تنفذها بس مش قادر على تنفيذها، فتعتذر لصاحب البروجكت على ان انت مش قادر تنفذ له البروجكت ده، ده يعلي عنده هو الويل بتاعك، ويخليك بعد شويه كده يقول لك ايه كبير في الصناعه مره اثنين ثلاثه. هي لو رزقك هتاخدها، لو رزقك اكيد في البروجكت ده هتاخده، والعكس بالعكس. للاسف الشديد عندنا كان عندنا الموضوع ده ابتدى يحصل في الكريشن كبير قوي في مصر، اي حاجه لك بتاع كل حاجه ويروح واخد المشروع منفذه بره فيقع. هو مش فاهم التكنولوجيز دي اصلا ومش عارف بيتعامل مع مين فيقع. يروح يعين ريسورسز زياده فيحمل اوفر هيد على الشركه عنده عشان تنفذ البروجكت ده، بعد ما البروجكت ده يخلص ما بقاش لاقي لهم شغل. تقول لهم مع السلامه. طبعا يعني احنا في بدايات التكنولوجيا او بدايات حته السوفت وير ديفلوبمنت دي من 7-8 سنين كان بيحصل يعني قصص وحوارات وما هذا. دلوقتي لا، دلوقتي الناس ابتدت تفهم ان عالي التراست بتاعك عند النتورك والكونكشن عند الايكو سيستم. فالناس تجي لك مره ومره ثلاثه. انا احكي لكم حكايه صغيره جدا. شركه من الشركات العظيمه في السوفت وير من كتر ما هي كانت بتأدي اداء عظيم على بلاك بيري في فتره من الفترات، بلاك بيري طلبت منها وقت ان هم يعملوا لهم حاجه مرتبطه بمطبوعات، حاجه مالهاش علاقه بيهم خالص، من كتر ما الثقه زادت جدا. وكان بيتعاملوا مع بلاك بيري دبي وقت ما كانت بلاك بيري بتنزل موبايل ابلكيشنز شبه بتاع نوكيا وكده، قبل بقى ما يجي الويب بتاع جوجل واي او اس والاب والحاجات، قبل الكلام ده خالص لما كان بلاك بيري عندهم البي بي ام، كانوا بيعملوا مع ابلكيشنز ومشاريع عظيمه جدا. من كتر الثقه وصل بينهم ان هم مطلوب منهم بعض الحاجات في مصر، مطبوعه حاجه مالهمش علاقه بيها خالص، تمام؟ وهو فعلا البيزنس الاصل في التراست. فمعلش انا قلت الحته دي. فانا لما اقول التكنولوجي الفلانيه انا بقول التكنولوجي دي ليه؟ هو كل ما حس ان ده انت كده بتعقد، كان حتى بتعلمه وانت شغال معاه بتعلمه، فالراجل ما جالكش نص السكه يقول لك انا سمعت من بره كده، انا سمعت ما انا معاك، انا هقول لك على كل حاجه. طيب يبقى انا عندي البروفايل تاني بحط التفاصيل وعندي التايم لاين، عندي التكنولوجي اللي بستخدم التكنولوجي، لازم احط له الفيتشر ليست الاساسيه للبرودكت. واحنا دايما عندنا في البروبوزل حاجه بيسموها فانكشنال ونون فانكشنال. ايه الفرق؟ فانكشنال دي اللي هي الفيتشر ليست، انا هعمل لك ريجستريشن وهعمل لك هوم سكرين وهعمل لك كاتيجوريز وهعمل لك سيرش وهعمل لك عربي اكتر، هعمل لك كل الفيتشرز على اختلاف لحد الادفانسد ليفل. طب ايه بقى النون فانكشنال دي؟ باجي اقول له الابلكيشن ده هيبقى عربي بس، هيبقى انجليزي عربي. الابلكيشن ده محتاج سيرفر بالمواصفات الفلانيه مثلا. الابلكيشن ده انا ماليش علاقه بالكونتنت بتاعه، الكونتنت اللي هجيبه، وباي ذا واي ده تريب الناس بتقع فيه احيانا زي الصدق السي ار كده في الاول، هو متخيل اي حاجه في الدنيا عايز يعملها كتشنج ريكوست يعملها. هو متخيل ان انا جاي والله عايزك تعمل لي ابلكيشن على البرفيومز، انت بقى اللي هتجيب بقى الداتا بتاعت البرفيومز اللي موجوده في الماركت. بس انت بتقول ان الداتا انتري مش علاقه بيها. ايه تاني المفروض يكون عندي في البروبوزل؟ هو انا هدي للراجل ده سبورت ولا مش هديه؟ ببلاش ولا بفلوس؟ طيب الوارنتي بتاع في فرق بين الوارنتي والسبورت. السبورت هو حاجه مدفوع فيها فلوس بعد مرحله الضمان، انا بسلمك البروجكت بعد ما استلمهولك فميك شور ان لمده 3 شهور او 6 شهور او سنه حسب حجم المشروع انا معاك في الفيتشرز اللي انا عاملها لك. ما تجيش تقول لي في وسط السكه ده فيسبوك غير اي بي اي معينه مش عارف مين غير ايه فصلحها لي. لا انا كده مش هنخلص، ما فيسبوك هيغير وجوجل هتغير وابل هتغير مش عارف دمك عشان اصلح لك ايه. لو فيها ثيرد بارتي سوف ما يكون، انما انا بعمل ايه؟ انا بميك شور ان الفانكشنز اللي موجوده او الفيتشرز اللي موجوده في البلاتفورم اللي انا طلعته لك شغاله وزي الفل لمده زمنيه معينه. طب وبعدها دي مرحله مينتنس او سبورت بقى. تعالى قول لي انا هدفع لك الرقم الفلاني بس ده برضه انكلودنج، هل انا اصلح لك الحاجات اللي ثيرد بارتي بيغيرها ولا بس برضه ميك شور ان الابلكيشن او البلاتفورم او الويب سايت ده اب اند راننج. الحاجات دي لازم تكون موجوده في البروبوزل، لازم تكون موجوده في البروبوزل. ايه تاني المفروض يكون موجود في البروبوزل؟ اللي ايه فندم؟ بمعنى معلش بمعنى ان انا مثلا هيك مني مثلا هو مش شرط يكون الفانكشنال ذات موجوده، ان انا بحسس ان انا لو عايز ان ازود له حاجه. اتفضل. هو شغال بس تمام. ان انا مثلا لو عايز مثلا هو عايز يعمل ريفيجن
ممكن ادي له انا مثلا عدد معين واقول له ان انا اعدل لك في الكلام اللي انت عايزه، بس يكون بعد اتفاق مثلا الموضوع ده يتغير. اسمح لي يا باشمهندس البراءه، انت مش شغال في شركه متاكده؟ لا مش ممكن تبقى شغال ومخبي عليهم. لا عادي يعني. صح مظبوط. حضرتك كنت هتقول حاجه ثانيه؟ هو انا لو اسمع شركات ثانيه ممكن تبقى منافسه لي او ممكن اصبرها في الجزء الاول. بص هو الموضوع ده عند ناس بيبني كونسيرنز وعند ناس ثانيه لا. اللي انت قلته دلوقتي ده انا لو مكانك هروح اقول للبوتنشال كان شغال مع الكمبيوتر بتاعك اي هاف تو سيف من الاول. دي كونسيرن انا شغال مع حد بالظبط، بس انا مش هحطها في البروبوزل، يعني انا هقولها له فيربال كده انا شغال مع كذا. خلي بالك انا عايز اقول لك حاجه، الكيانات الكبيره ممكن تكلم عليك حاجات. يعني انت النهارده لو انت حاطط في البروبوزل انا اشتغلت، انا مثلا شغال مع البروجكت اللي انا هكمله مع فودافون وانا شغال مع اتصالات، لو انا كتبت كلمه ان انا شغال مع اتصالات ليجل ممكن يحاسبك. البروبوزل ده لو وقع في اتصالات او ممكن يحاسبك الناس انك شرحت بالتفصيل الممل اللي انت بتعمل مع اتصالات ومعاك ما يثبت انك عملت ده او بتعمل ده. بس انا هعملها لك تاني عشان اعلي اللي كنت بقوله بشكل احسن، ان انا هعلي التراست ان انا هقول ان انا شغال مع اتصالات، بس انا مش هكتب ده في البروبوزل بشكل او باخر. طيب ايه تاني هتكتبه في البروبوزل او ايه تاني يكون موجود عندي في البروبوزل؟ التيم اللي هيشتغل في المشروع. انا باجي اقول له مثلا انا عامل مشروع موبايل، فبقول له والله انا هشتغل معايا بروجكت مانجر سينيور او ايفر، اشتغل معايا تيم ليدر، اشتغل معايا اي اس ديفلوبر اندرويد ديفلوبر، اشتغل معايا حد بتاع يوزر اكسبيرينس او يو اكس، اشتغل معايا ديزاين، اكيد اشتغل معايا حد بتاع باك اند ايفر تكنولوجي دوت نت بي اتش بي ريال وهكذا جافا ايفر، واكيد هشتغل معايا ناس بيسموهم السبورت فانكشنز لو انت في حد بتاع فاينانس هيتكلم معاك عشان الفلوس بتاعه التحصيل، في حد مش عارف هو انا مهم احط التيم ممبرز. اه طبعا. طب ليه؟ عشان الراجل ده يعرف لو هو مش فاهم تك كويس انه هيتعامل مع عدد محترم من الريسورسز، لان في بعض الاحيان واضح ان 90% من الاحيان الناس بتبقى متخيله ان هو واحد اللي بيعمل له المشروع، هو مش فاهم ان في حد هيعمل له اناليسيس في الاول عشان يكتب الورق، وان في بروجكت مانجر هيشتغل مع الديفلوبرز عن قرب، وان في اثنين ديفلوبرز على الاقل واحد اي اس واحد اندرويد، وان في واحد بتاع باك اند بقى والكلام ده. لما تيجي تحط له الرقم اللي انت هتطلع بيه المشروع ده فيرسز التيم ده، انت هتقدر حتى تبريك داون معاه. يعني لو المشروع ده قيمته نص مليون جنيه ست شهور مثلا، لما تيجي تقطع الفلوس الرقم ده على الست شهور على التيم ده، هو هيلاقي في الاخر ان الريسورس بتاخد ريزنبل نمبر. يعني الديفلوبر ده بياخد 7 8 8 3 10 3 5 ايا كان الرقم برضه، فيحس ان ده ريزنبل نمبر بالنسبه له. تطور شو تقول له بكسب كام، ولا تقول له الاوفر هيد عندي كام. كلمه اوفر هيد باي ذا واي برضه مش حاجه تبقى عارفين، تكلفه الشركات مش مرتبات، تكلفه الشركات مرتبات وايجار مكان وضرايب وتامينات وميديكال انشورنس ولابتوب حضرتك بتستخدمه واسيتس مكاتب موجوده في المكان وشويه حاجات اللي حوالي بسبب فلوس اللي هو اوفر هيد. دي حاجه بتاكل وما بتنتجش. السالاريز بتاعت الناس بتنتج، الناس بتعمل شغل. الاوفر هيد بيسموه اوفر هيد، تكلفه دي بتبقى نسبه من التوتال دايركت اكسبنس بتاعتك، يعني ممكن تبقى 20% 30% ايا كانت الاماونتس بتاعتك. فتاني انت لما تحط لهم في البروبوزل تيم ستراكشر، انا اسف مش تيم ستراكشر، التيم ممبرز بتاع البروجكت، والراجل يبتدي يحط اه ده ست شهور المشروع او ثلاث شهور والناس بيديني سبورت ببلاش، يعني انا هيبقى عندي مش عارف كذا والكلام. بس حتى وانت بتحط التيم ممبرز لازم تحط هو ديديكيتد ولا شير. ما ينفعش اقول له ان البروجكت مانجر ده هيشتغل لك في ست شهور واجي ساعته بجد اقول له البروجكت مانجر بيتابع مشروع ثاني. هو اصلا كده كده البروجكت مانجر ما ينفعش يكون بيتابع مشروع واحد باي ذا واي. يعني البروجكت مانجرز السوفت وير هاوسز اللي بيشتغل على حاجتين ثلاثه في نفس الوقت عشان يعني يحصل له يوتيلايزيشن مظبوط. انما الديفلوبر الكيس بتاعته مختلفه، الديفلوبر قاعد على مشروع واحد. طبعا احنا في بعض الاحيان دي برضه معلومات حضراتكم ان شاء الله انتوا لما تنزلوا الماركت وتنطلقوا هتلاقوا المفرمه شغاله، انا بقول لك بص بص خلص لي بس دي وايه وهنرجع مشروع ثاني. بس قد ايه انت ما ينفعش تشتغل في حاجتين في نفس الوقت، يعني ما ينفعش اكون هكون ازاي حاجتين في نفس الوقت، هوقف ده وشغل في ده. دكتور جوه معانا سؤال في الحته دي،
والحتة اللي قبلها عشان كده أنا بس يعني خشيت من إن هم يطيروا. الجزء الأول في الـ في الـ proposal إزاي أقدر أكتب إيه الأجزاء اللي هعملها والأجزاء اللي مش هعملها من غير ما أثير حفيظة أو تحفظ العميل. والجزء الثاني اللي حضرتك كنت بتتكلم فيه بالظبط اللي هو إزاي وأنا لسه فريلانسر صغير بعمل السيد اللي حبني عليها الستارت اب بتاعتي أجتذب أذر فريلانسرز يشتغلوا معايا، وإيه الطرق اللي تخليهم يبقوا انترستد يشتغلوا معايا في هذه الفكرة. السؤال الأولاني منتهى البساطة دي فيري ترانسبيرنت. أنا شريف النهاردة بعد عدد سنين معينة من الخبرة أنا مش شايف إن في حاجة اسمها أخاف من تحفظ العميل أو لا. اكتب اللي هتعمله واللي مش هتعمله. وداوت بينج أجريسيف. بالظبط كده هي دي. ومش هعمل كذا وكذا وكذا دي تو كذا وكذا. بي ترانسبيرنت دو نوت هايد. ما تخبيش حاجة. ما تخافش من فكرة إن العميل يعرف إن ده مش هيحصل فالأوبتيني هتعمل إيه. لا حضرتك losing this opportunity will cost you less than ان انت تاخد المشروع وتلبس مصيبه معاك في المستقبل. هتكلفك كتير. ان انا هبقى كاني وعدته بحاجات وانا مش هقدر اعملها. خلاص you are engaged. ولو هو ما يعرفش وانت تقول لا اصل عندك ما قلتليش هنا فيري ترانسبيرنت. حضرتك لازم تبقى واضح جدا كريستي سما كريستي كلير. اكتب اللي هتعمله. على فكره على اختلاف الليفل بتاع الشغل بتاعك فريلانس بارت تايم فول تايم اي كان المشروع قول اللي هتعمله بالظبط واعتذر او مش كلمه اعتذر اكتب اللي مش هتعمله برضه. هنا فيري ترانسبيرنت. لما الراجل عنده تحفظ ايا كان نوعه يتكلم معاك مستعد يتكلم معاك انت كمان تقول له ايوه طبعا انا ليه علاقتي بالداتا انت ما انا حضرتك انا مش شغلي انا شغلي كذا 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 حضرتك عايز داتا انتري نجيب واحد بتاع داتا انتري نجيب واحد بتاع داتا كذا نجيب واحد بتاع كذا وانا مش هاخد منك حاجه حضرتك ممكن تحاسبه انت على طول ايا كان الليفل بتاعك وقت الشغل. بالنسبه للسؤال الثاني يا باشمهندس بتاع الفريلانسر برضه انا ببيلد اب بالتراست. خلي بال حضراتكم انتوا اول مره هتعامل فيها مع اي حد انت مش تعرف انت ممكن الشخص انت بتتعامل معاه والله تحس انه احسن حاجه في الدنيا وصاحب الكات تلاقي نفسك يعني اللي هو الله يخرب بيت اليوم اللي شفتك فيه كوميتمنت. انما لو انت بتبني الكوميونتي بتاعتك ابنيها مش تاني نرجع تاني للنقطه بتاعتك بالمنتاليتي لو كنت بقول باشمهندس انت بتبني جوه دماغك ريسك فاكتورز معينه حسب طريقتك انت ابنها بنفس الطريقه. انا النهارده راجل بشتغل دوت نت وعايز ناس معايا بي اتش بي اختار ناس بتفكر بطريقتي وما تتكلمش بالتكنيكال مش وانا بعمل ستارت اب. انا بتكلم عن فريلانسنج كودنج. كنت بقول لكم في الاول انا النهارده بعمل ستارت اب فانا راجل تكنيكال وراح اجيب مع حد بتاع بزنس صح؟ لما انا بشتغل في مشروع وراح اكمل التيم بتاعي عشان انفذ بروجكت اختار اللي شبهي اللي بيشتغل بطريقتي ده كود انا بنفذه في الاخر. لو انا بشتغل بطريقه هو بشتغل بطريقه هنحلكش مش هنسلم المشروع ده مش هنسلم البروجكت ده. هيبقى في اكيوريتي اكسبيرينس ات ذا اند نو ان انا في البدايات انا ما اقدرش انا النهارده كشيف ما اقدرش اقول لك هو ايه الكي بي ايز او البارامترز اللي بحطها عشان اقدر اختار انا كفريلانسرز بيبقوا معايا في التيم. تمام. انا لو كلاينت اقول لك اقدر اختار ايه بقى البورتفوليو النيتورك هو الراجل ده جاي الراجل ده معروف حتى في حد انا اعرف يس جوه بس وي ان انا بس زي ما بسال على الشركه دي على الشركه بس على الفريلانسر ده بس على الميمبر ده وهكذا. تمام تمام شكرا جزيلا يا دي نقطة برضو مهمة جدا. بصوا شباب في برضو حاجة دارجة جدا الفترة اللي فاتت وبلها كتير يعني واحد يقول لك ايه بيجيله potential client
لو براند كبير او براند كبير ومثلا لا مش هينفع دي مثلا في الاسر براند كبير كان يقول لك ايه انا عايزك تعملي المشروع الفلاني خلاص هتقول له المشروع ده هيكلفك 50,000 جنيه مثلا فيقول لك كده انت هتتعامل معايا ده انت بس ده انا اسمي معاك في البورتفوليو بس هم 20,000 فالناس وعلى اختلاف الليفلز بتاعتها بتقع تحت ضغط فكره ان انا اخد البراند ده معايا ما تعملش ده ما تخسرش ما تعملش حاجة بص في فرق كبير انك تعمل عشان تتعلم خدها بالدايركشن انما ما تقولش ايه لا ده عميل استراتيجي وشركة عميل استراتيجي اكسب منه او انك بقيت شركة كبيرة قوي بتكسب من مشاريع تانية وفي مشروع في النص انت حابب انه يكون موجود عندك عشان مثلا فيرتيكال ده مش موجود عندك اللي هو انا مثلا بشتغل في الريتيل والحكومة والبانكينج وبتاع وده اول واحد بتاع ادكيشن بس انت شركه بتكسب اوريدي في مصادر للدخل مختلفه على مصادرك انما الناس ده مشروع كبير على اختلاف الليفل بقى بتاعك بتاخده مجرد انك ولا حط اللوجو بتاعه عندك في البروفايل محدش يعمل ده يا جماعه اكسب اللي انت بتعمله هي الموضوع بالظبط عامل زي ما واحد زي مثلا شركه كبيره جدا بتشتغل ببلاش ليه؟ هو انت مش هتدين مني بنفت ايا كان شكلها وقتها حتى لو كانت صغننه اديني اللي يبسطني زي ما انت هتجيب مني حاجه دول ده سيبها لي فبلاش اللحظه بتاعت ايه ده عميل استراتيجي مش حاجه كده في البيزنس مش حاجه كده تاني انا بختار امتى العميل الاستراتيجي يدخل عندي على البروفايل بتاعي من غير ما اخسر لازم يكون في دايركت جيم من في ليفل او اخر انا اي ثينك انه خلاص احنا محتاجين ناخد البريك التاني بس بعدها هنعمل حاجه لطيفه جدا عملتها اخر مره في المنصوره انتوا عايزكم كده تقسموا بعضكم جروبس عشان نشتغل بقى بجد كل ده احنا كنا بنقول كلام نشتغل بجد طيب احنا كده هنوقف اللايف زي ما هو مخطط احنا طبعا يعني بنشكر حضرتك جدا الشباب طبعا الاونلاين بنشكرهم على حضورهم وبنشكر حضرتك على المبادره الجميله دي يعني انا كواحد يعني بعمل دي بي اي وانترستد جدا في البيزنس ومن باك جراوند تكنيكال فيعني انا الحقيقه انا استفدت جدا جدا وحقيقي استمتعت النهارده يا دكتور شريف شكرا جزيلا لحضرتك الشباب اللي معانا اونلاين هنوقف الاونلاين دلوقتي هنوقف الستريمينج والشباب اللي هيفضلوا مع حضرتك هياخدوا بالورك شوب طبعا يعني محظوظين كنت اتمنى اكون ممبر والله موجود في المفاجاه النهارده شكرا لحضرتك دكتور شريف الف الف شكر شكرا